شبابنا الحلوين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنبدا بقى فيديو جديد. بصوا بس في الاول كده هنتفق على، يعني ركزوا لي كده في اول 5 دقايق في الفيديو عشان هقول لكم على السيستم اللي هنمشي بعد كده، تمام؟ نظرا ان الناس في عين شمس عندهم امتحان جيناتكس يوم السبت ان شاء الله، ربنا معاكم. بس هنعمل تغيير بسيط كده في الخطه، وهو ان احنا هنبدا جيناتكس الاول، تمام؟ هشرح بس التوبكس اللي المفروض تيجي في الامتحان يعني، وعلى اخر الاسبوع هنزل ميتابوليزم، يعني هنبدل. ما كنت هنزل ميتابوليزم الاول بعدين جيناتكس، معلش هبدل، هنزل دلوقتي الجيناتكس وبعدين ميتابوليزم، وكده كده الاثنين مش ريليتد لبعض. يعني اللي عايز يسمع الجيناتكس الاول ويرجع الميتابوليزم بعد كده، حتى لو ما عندهمش امتحان يعني، لو في كليه ثانيه مفيش مشكله، يعني الدنيا مش هتعترض مع بعض يعني، تمام؟ بس عشان الناس اللي عندها امتحانات يعني. طيب الجيناتكس الاول كده عباره عن ايه؟ بصوا، نظرا برده دي اول مره تنزل لكم، فاللي حصل ان هما الجيناتكس دي زمان ايام ما انا كنت في اولى وثانيه كانت عباره عن حاجه اسمها مولوكيولار بيولوجي، وكانت جزء من البايو. يعني كنا بنخلص الميتابوليزم وبتاع وندخل بقى على الدي ان ايه في الترم الثاني، تمام؟ اللي حصل ان هو عملوا لكم السنه دي ايه؟ عملوا لكم الماده بقى اسمها جيناتكس. اصلا جيناتكس ده هو العلم اللي بيدرس الجينات، اوكي؟ الجينات اللي هي مع المعلومات اللي انت بتاخدها من الاب والام، وتبدا تعمل الصفات اللي بتظهر عليك، لون شعرك، وشك، لون عينيك، صفاتك، حتى الصفات الوراثيه بتاعتك، الحاجات دي كلها. فهم عملوا ايه؟ عملوا كتاب الجيناتكس ده، قال لك الجزء الاولاني اللي هو شابتر 1 تقريبا عباره عن الستيم سيل، وعباره عن السيل رينيوال، وحاجات ليها علاقه بالهيستولوجي، بحيث ان هم يتكلموا عن السيل الاول، وبعدين يبداوا يعملوا زوم كده جوه السيل، ويبداوا بقى يتكلموا على الدي ان ايه اللي هو جزء بقى من اول الدي ان ايه اللي هو من اول توبيك 2 تقريبا، ده بتاعنا احنا بقى، اوكي؟ طيب دي حاجه. ده كده كفكره عامه. عايزاكم تعملوا ايه بقى؟ بصوا وركزوا كويس قوي في اللي احنا هنقوله دلوقتي. يوم السبت في امتحان جيناتكس، وفي ايمينولوجي، وفي تقريبا ريسيرش. انا كنت نزلت بوست وقلت لكم يا جماعه ركزوا اليومين دول على الايمينولوجي لحد ما فيديوهات الجيناتكس تنزل. انا محتاجه منكم خميس وجمعه تسيبوهم جيناتكس، بالتحديد الدي ان ايه يعني، ماشي؟ اللي هيحصل ان انا هنزل ان شاء الله يعني الفيديوهات، تقريبا هيبقوا فيديوين، ممكن ساعه ونص كل فيديو يعني، ماكسيمم يوم ما يزيدوا قوي هيبقوا الاثنين 3 ساعات. حلو قوي. مطلوب منك وانت بتسمع الفيديو دلوقتي كل حواسك تبقى معايا، تركز بنسبه 100%، عينيك وسمعك وكل حاجه تركز لي، تمام؟ هنخلص، هتطلع من الفيديو فاهم وحافظ بنسبه 60%، مش هقبل بنسبه اقل من كده على فكره. 60% تبقى خارج من الفيديو فاهم. طيب بقيه ال 40% هنجيبهم امتى؟ بعد ما تسمع الفيديو هتبدا تقرا وراه، هتقرا هتذاكر بقى انت كمذاكرتك، هتحصل حوالي 90% من القرايه، هتفضل لك 10% دي هتيجي بان انت تحل ام سي كيو بعد ما تذاكر كده ان شاء الله. يعني اضمن لكم ان انت تخش امتحانات حلو زي الفل باذن الله الاول يعني، وباذن بعد كده بقى بالحاجات اللي احنا قلناها دي. هتركز في الفيديو كويس جدا بحيث ان انت طالع على الاقل نسبه التركيز او نسبه المعلومات اللي انت حصلتها 60%، ما كانش ان شاء الله اكتر يعني، ماشي؟ بس انت استنى، لو عملت كده، لو سمعت كل فيديو ساعه ونص يعني 3 ساعات مثلا في اليوم، لو افترضنا يوم الخميس مثلا 3 ساعات، 3 ساعات مذاكره دي كده 6 ساعات، ويوم الجمعه الصبح مثلا خدت ساعتين كده حليت ام سي كيو بتاع، خلاص كده الجيناتكس الجزء بتاع دي ان ايه ده كده مش عايز اكتر من كده منك يعني، خلاص؟ فعرفتوا السيستم اللي هنمشي بيه. طيب تعالوا بقى نبدا كده بسم الله مع بعض. تعالوا نتكلم على الجيناتكس بقى، الدي ان ايه. على فكره الحته دي انا شخصيا بحبها جدا، يعني الدي ان ايه سهل جدا ولطيف لو انت فهمته. كتاب رغي 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 وانت مش فاهم. عايزاك برضو تتابع الجروب عشان هنزل صور برضو تفهموك الدنيا اكتر، زي الصوره بتاعت سيل ميمبرين كده، فعايزاكم تركزوا معايا كويس قوي. بصوا بقى دلوقتي احنا هنبدا كده الموضوع من الاول. اللي احنا عندنا السيل بتاعتنا، الخليه بتاعتنا، تمام؟ بيبقى جواها النيوكليوس. حلو قوي. النيوكليوس ده بتاعنا هي دي اللي جواها الدي ان ايه والار ان ايه، او يعني بالتحديد الدي نيوكليوس، اوكي؟ هو ده اللي جواه ايه؟ جوه النيوكليوس فيه الدي ان ايه، تمام؟ اللي احنا هنتكلم عنه ده الدي ان ايه بتاعنا، خلاص؟ حلو قوي. بصوا بقى لما اجي اقول كلمه نيوكليك اسيد، النيوكليك اسيد مش الدي ان ايه بس، النيوكليك اسيد دي ان ايه والار ان ايه والحاجات دي كلها. طيب النيوكليك اسيد ده عباره عن ايه يا شباب؟ قال لك النيوكليك اسيد ده عباره عن حاجه اسمها بولي نيوكليوتايدز،
معايا فاكرين في اول شابتر شرحنا فيه البروتينز، كان البروتين بنقول عليها بولي بيبتايد، وساعتها شرحت قلت لك عارف يعني ايه بولي بيبتايد، قلنا بولي بيبتايد معناها ان انا عندي كذا بيبتايد بوند ماسكين مع بعض، فبولي يعني كتير وبيبتايد يعني كان بيبتايد بوند، هنا اسمه بولي نيوكليوتايد، يعني عندي حاجه اسمها نيوكليوتايد، النيوكليوتايد دي متكرره كذا مره فعملت لي نيوكليك اسيد اللي هو بيتعمل منه الدي ان ايه. خلاص فالنيوكليك اسيد دوت اللي هو النيوكليك اسيد ده فيه منه كذا حاجه مش دي ان ايه بس، في الدي ان ايه وفي حاجه هنعرفها برده معانا قدام شويه اسمها الار ان ايه. سواء دي ان ايه سواء ار ان ايه الاثنين دول عباره عن نيوكليك اسيد. طب النيوكليك اسيد ده معمول من ايه؟ قال لك بولي نيوكليوتايد. بولي نيوكليوتايد يعني ايه؟ يعني عندي حاجه اسمها نيوكليوتايد، لسه هنعرف ايه النيوكليوتايد دي، بس حاجه اسمها نيوكليوتايد، النيوكليوتايد دي متكرره كذا مره ماسكه كده مع بعض اوكي، فعملت حاجه اسمها الايه النيوكليك اسيد. ماشي طيب دلوقتي بقى انا عايزه اعرف ايه النيوكليوتايد اللي انت بتقولي انها اتكررت كذا مره وعملت لي نيوكليك اسيد. بص النيوكليوتايد بتاعتنا، بصوا كده انا عايزه اقول لكم في فيديو حلو جدا جدا جدا، هو انيميشن كده بس لطيف قوي، هشرح لكم الحته دي بطريقه حلوه قوي، هحاول برده انزل لكم اللينك بتاعه يعني. بص دلوقتي لو احنا طلبنا احنا كان دلوقتي على الدي ان ايه بتاعنا تمام، الدي ان ايه شكل كده دبل هيليكس، دبل هيليكس يعني دي اسمها هيليكس، هيليكس يعني حاجه كده لفه على نفسها اللي هو المنظر ده، بس دبل اتنين مع بعض. حلو حلو قوي. لو انا فردت الدبل هيليكس ده، لو فردته كده عشان نشوف هو مكون من ايه، هلاقيه عباره عن حاجه زي سلم كده وفي النص فيه حاجات. السلم ده معمول من ايه بقى؟ هو ده اللي احنا هنتكلم عليه اوكي. همسك انا السلم دوت واخد حته من السلم كده صغيره عشان اشوف السلم ده معمول من ايه، او اشوف البيزك يونت النيوكليوتايد اللي هي وحده البناء معموله من ايه. فاكرين مثال الحيطه، الحيطه ده بوليمر والتوب الصغير هو المونيمر اللي بيبنيه، الحيطه بتاعتنا اسمها ايه؟ نيوكليك اسيد او اسمها دي ان ايه دلوقتي. خلاص تمام يبقى الحيطه اسمها ايه؟ الدي ان ايه. جزء من الحيطه الطوبه بتاعته اسمها ايه؟ نيوكليوتايد. فانا هاخد او المره دي بقى نقول سلم مش حيطه، سلم هو الدي ان ايه، حته اللي هي حته صغيره منه كده اللي هي وحده البناء بتاعته هي دي النيوكليوتايد. انا هاخد بقى وحده نيوكليوتايد كده عشان اشرح لك التركيب بتاعها عباره عن ايه. ماشي بصوا بقى النيوكليوتايد عندنا مكونة من ايه؟ بصوا كده على الرسمة بتاعتها، بصوا يا شباب شايفين الشكل ده؟ هو ده النيوكليوتايد بتاعتنا. شايف ايه؟ شايف ثلاث حاجات، حتى انا عاملاهم لك بالوان مختلفه عشان تتخيل ان هما ثلاث حاجات، ثلاث يعني النيوكليوتايد ده عباره عن ثلاث حاجات اوكي. ايه هما الثلاث حاجات بتوعنا؟ بيقول لك اول حاجه في النيوكليوتايد دي اسمها ايه؟ ده شوجر. ارجعوا كده لشابتر الكربوهيدرات، فاكرين لما كنت بقول لو عندي كربوهيدرات، لو عندي مونوساكرايد يعني مكون من 3 كربون كنا بنسميه ترايوز، لو مكون من 4 كربون كنا بنسميه تتروز، لو 5 كربون كنا بنسميه البنتوز اوكي. يبقى الشوجر عندي هنا بنتوز شوجر. يعني ايه بنتوز؟ يعني معمول من 5 كربون. خلاص حلو ده بشكل مبدئي. طيب ده الشوجر. كمان لقيت حاجة عندي كده على الجنب ماسكة، احنا لما بنيجي نعد يا شباب بدأ دي كربون رقم 1 كربون 2 3 4 كربون رقم 5 دي 5 دي كربونها 5 تمام، والخمسة دي ماسكة كده مع الفوسفيت جروب. خلاص طيب بقول لك بقى ان انت عندك في اللي هو البنتوز شوجر، خلاص احنا فهمنا يعني ايه بنتوز شوجر. هنا في النيتروجينس بيز، النيتروجينس بيز ده
هنتكلم عنه بالتفصيل برضو قدام. هو اسمه ايه؟ اسمه الاول بس اعرف اسمه كده، لحد احنا هنتكلم على كل حاجه بالتفصيل. اسمه نيتروجينس بيز. اوكي طيب، اسمه نيتروجينس، يعني حتى عادي نيتروجينس جاي من كلمه نيتروجين عشان هو مكون من نيتروجين، نيتروجينس بيز. وكمان مكون من البي، البي دوت اللي هو الفوسفيت جروب، البي بتاعتنا دي فوسفيت، فوسفيت اللي هي عباره عن بي او 4، بي او 4. اوكي يبقى بصوا بقى، يبقى انا عندي كده النيوكليوتايد بتاعتي عباره عن ايه؟ عباره عن ثلاث حاجات، تمام؟ عباره عن الاساس بتاعي اللي هو الباك بون بتاعي عباره عن النيتروجين اللي هو الشوجر اللي هو البنتوز شوجر. اوكي بعدين الشوجر دوت عباره عن 5 كربون، كربونايه رقم 1 ماسكه مع حاجه اسمها نيتروجينس بيز، وكربونايه رقم 5 ماسكه مع فوسفيت جروب. خلاص كده حلو. تعالى لي بقى على ايه حاجه حاجه ونتكلم عنها بالتفصيل. تعالى نمسك الشوجر بتاعنا الاول عشان ده ايه الباك بون زي ما اتفقنا، هو الاساس بتاعنا. ماشي نبدا بالشوجر. ارجع لي كده بذاكرتك لورا شويه لشابتر الكربوهيدرات، الشوجر اللي هو البنتوز. لما كان مثلا بيبقى عندي شوجر مكون من 6 كربون كان بيبقى اسمه هيكسوز. الهيكسوز ده كان فيه منه انواع زي جلوكوز وفركتوز وجالاكتوز ومنوز حسب التركيبه بتاعته. هنا بيقول لك ان البنتوز شوجر في النيوكليك اسيد نوع من 2. حلو حلو. يا حاجه اسمها رايبوز، يا حاجه اسمها دي اوكسي رايبوز. ايه الفرق بقى؟ الفرق مهم جدا. دلوقتي لما جينا نرسم نيجي نرسم دوت اللي هو الشوجر بتاعنا او اللي هو البنتوز شوجر، وادي الكربونايه رقم 5. انا هنا قلت 1، قلنا 2، قلنا 3، قلنا 4، وادي الكربونايه رقم 5. حلو. طيب بص لي كده على الكربونايه رقم 2 في الرايبوز والديوكسي رايبوز عشان تعرف الفرق. هرسم هنا برضو كده، ودي هنا 1 2 3 4 ودي 5. حلو. بص لي هنا على الكربونايه رقم 2 هنا وهنا، هتبص تلاقي الفرق في ايه. قال لك في الرايبوز كربونايه رقم 2 ماسكه مع او اتش، تمام؟ كربونايه رقم 2 في الرايبوز ماسكه مع او اتش. في الدي اوكسي رايبوز قال لك انا شلت الاو، بقت كربونايه رقم 2 ماسكه مع اتش فقط. على فكره هما كلهم ماسكين مع او اتش، ماشي؟ بس الفرق ان في الرايبوز رقم 2 بالذات، لو بصيت على رقم 2 بالذات هتلاقي ان في الرايبوز ماسكه مع او اتش، في الدي اوكسي رايبوز بقت اتش بس شلنا الاو. اقول لك بدليل ايه؟ اسمها بيدل عليها، كلمه دي يعني مفيش، اوكسي يعني اكسجين، يعني انا شلت الاكسجين اللي عند كربون رقم 2 بس. ده الفرق في الشوجر. يبقى النيوكليوتايد عندي الشوجر بتاعه بنتوز شوجر. البنتوز دوت بيقول لك حاجه من 2، يا اما رايبوز يا اما ديوكسي رايبوز. ايه الفرق؟ بص على كربوناي رقم 2 في التركيبه بتاعتك، لو لقيت كربوناي رقم 2 فيها اكسجين يبقى ده رايبوز، شلنا الاكسجين يبقى دي اوكسي رايبوز، ان احنا شلنا الاكسجين. الرايبوز ده هو اللي انا بستخدمه الشوجر بتاع الار ان ايه. حلو. اللي احنا بنستخدمه في ترانسكريبشن وترانسليشن هنقولها قدام. يبقى الرايبوز دوت اللي هو بتاع الار ان ايه، اما الدي اوكسي رايبوز بتاع الدي ان ايه، حتى الاسم بيدل عليه. ار ان ايه يعني ايه؟ ار يعني رايبوز نيوكليك اسيد، ده اختصار ار ان ايه اصلا. الار ان ايه اختصار ايه؟ رايبوز نيوكليك اسيد. نيوكليك اسيد معمول من الرايبوز شوجر. طب والدي ان ايه؟ دي اختصار ايه؟ الدي دي اختصار دي اوكسي رايبوز نيوكليك اسيد، يعني النيوكليك الاسيد اللي معمول من شوجر اسمه دي اوكسي رايبوز بس. فدي الحاجه اللي انا عايزاك تعرفها عن الشوجر، ان الشوجر بتاعك بنتوز شوجر، يا اما رايبوز يا اما ديوكسي رايبوز. افرقهم ازاي؟ بكربونايه رقم 2، ماسك مع اكسجين تبقى رايبوز، مش ماسك تبقى ديوكسي رايبوز. الرايبوز بتاع ار ان اي، رايبوز ار ان اي، دي اوكسي رايبوز بتاع الدي ان اي، وشكرا. حلو ماشي. ده الشوجر بتاعنا، في مشكله؟ سهل جدا مفيش حاجه. بعد الشوجر هنتكلم على النيوتروجينس بيز.
انا في حاجه كنت عايزه اقولها لك صح، حاجه بره الموضوع يعني. كان في ناس يعني عايزه اشكرها انها بتساعدني، انها بتجيب لي السورسز اللي انتوا الاخيره يعني اللي انتوا المفروض تذاكروا منها. بتعبها جدا معايا والله الناس دي، بس فعلا هم جندي مجهول يعني. هم السبب في ان انا بعرف ان انا اوصل يعني السبب ان انا اعرف المعلومات اللي عندكم وبالتالي احاول اوصلها لكم. فانا كنت بشكرهم يعني، عشان قلت لهم ان بشكر. النيوكليوتايد بقى، ماشي، احنا كده اتكلمنا على الشوجر خلاص خلصناه. هنتكلم دلوقتي على النيتروجينس بيز. بصوا التركيب الكيميائي بتاع النيتروجينس بيز ده مش عليكم خالص، بس انا هقوله لكم عشان تفهموا. اوكي، النيتروجينس بيز دي ما هي الا ايه؟ قال لك ما هي الا رينج او اتنين رينج ماسكين مع بعض. ماشي، رينج دي كده 2 3 4 5 6 تمام. اكبر لكم رينج شويه عشان تبان اهي. رينج كده، اوكي. رينج دي بدل ما يبقى فيها هنا كربون في نيتروجين، هنا نيتروجين وهنا نيتروجين وهنا نيتروجين وهنا نيتروجين. زي ما كنا بنقول، انا حاسه ان منظرها وحش شويه. زي ما كنت بقول لكم ان النيتروجينس بيز دي عباره عن رينج كده زي البنتوس شوجر، بس الفرق ان هي ما فيهاش كربون، امال فيها هيدروجين بس، فمعموله كده. خلاص، وكلها ايه؟ نيتروجين. عشان كده سموها نيتروجينس بيز. حلو، بصوا بقى، النيتروجينس بيز دي بيقول لك انها نوعين، تمام. في نوع اسمه البيورين وفي نوع اسمه بايرميدين. ايه الفرق؟ بايرميدين قال لك البيورين دي معموله من اتنين رينج مش واحده، يعني واحده كده واحده سته كده وماسك معاها واحده خمسه. واحدة ستة وواحدة خمسة، اوكي، دي البيورين. البايراميدين هي رينج، هي دي بس، يعني انا هعتبر ان دي كده بيورين فيها اتنين رينجز والبايراميدين فيها رينج واحدة، اوكي. مش مهم بتعرف انها اتنين رينج وان رينج، بس يعني مش مهم تعرف رسمتها، بس مهم تعرف ان البيورين، بصوا البيورين اللي هي الكلمة الأصغر دي أكبر، خلاص، دايما الأصغر بيبقى أكبر، يبقى يعني اللي هي الأصغر في الاسم يعني. بيورين مقطع صغير، البيورين هي الايه؟ الكبير عشان فيها تو رينجز. البايراميدين دي اسمها كبير، فهي معموله من رينج واحده بس، يعني ربنا ما بيديش حد كل حاجه، اوكي. البيورين اسمها صغير، بس ربنا اداها الاستراكشر بتاعها كبير تو رينجز، لكن البايراميدين اسمها كبير، فربنا عوض دي ان هو ده ايه؟ رينج واحده بس، تمام. طيب ده الفرق بين البيورين والبايراميدين كاستراكشر. يبقى مين الاكبر؟ البيورين. حلو، البيورين بقى ده الكاتيجوري الكبير، يعني زي مثلا كلمه زي ما اقول لك كربوهيدرات، اقول لك بروتينز، بيورينز. بيورينز دي الكاتيجوري. ايه بقى انواع البيورين اللي عندنا؟ قال لك عندك نوعين، تمام. عندنا نوع اسمه الادينين ونوع اسمه الجوانين، اي وجي. هتقولي طب ما انا ممكن اتلخبط. طيب الاول والبايراميدين، انا بتكلم دلوقتي على الدي ان ايه يا شباب، عشان الار ان ايه فيها حاجه بس مختلفه. البايراميدين معمول من الثيامين ومن السيتوزين، دي انواع النيتروجينس بيز، اسمائهم كده اعملهم ازاي هتحفظهم يعني ما فيش. هتقولي طب انا ممكن اتلخبط ما بين اللي عند البيورين وعند بايراميدين. قال لك ايه؟ طيب بصوا، البيورين هنقول عليها اولويز جلو، يعني على طول هي مش البيورين دي كبيره فتلاقيها بتلمع، اوكي، هي مش بتلمع، انا بتكلم ده مجازا عشان تحفظوها. البيورين كبيره فاولويز جلو، اولويز اولها ايه؟ يبقى ادينين. جلو اولها جي، يبقى جوانين. خلاص، يبقى الاثنين الاثنين ايه؟ سيتوزين وثيامين. طب اتلخبط تاني، اقول لك بطريقه اسهل، السيتوزين مع الثيامين اولها سين هنا وسين هنا، او سين وثي يعني قريبين من بعض، سيتوزين وثيامين. حلو، فالاثنين دول مع بعض دول تبع الايه؟ البايراميدينز، واللي تبع البيورين اولويز جلو، ادينين وجوانين. دي طريقه، دي سكيمات عشان تعرف تحفظ بيها، مش ملخبطه كل السكيمات دي، احفظها بطريقتك مفيش مشكله.
بس دي طريقه يعني عشان تسهل عليكم شويه. خلاص يبقى دي النيتروجينس بيز عندي. يبقى النيتروجينس بيز دي عباره عن ايه؟ عادي عباره عن رينج معموله من النيتروجين، دي الاستراكشر بتاعها. حلو، لو هي رينج واحده يبقى دي ايه؟ بايريميدين. لو هي تو رينجز تبقى بيورين. مين انواع البيورين عندنا؟ اولويز جلو، ادينين وجوانين. مين انواع البايريميدين عندنا؟ الاثنين بحرف الاس او الاثنين بالسين، ثايمين اند سايتوزين. دوت لو انا بتكلم على الدي ان ايه. لو انا بتكلم على ار ان ايه، الاختلاف في حاجه واحده بس. كلام بينكم؟ الاختلاف في الار ان ايه حاجه واحده، انا عندي ادينين عادي وعندي جوانين عادي وعندنا السيتوزين عادي، بس بدل ثيامين عندي حاجه اسمها يوراسيل. ده الفرق. يبقى الكلام مش باين تحت صح؟ بصوا في الدين، في الدين ايه كده، خليها هنا احسن. في الدين ايه عندي العادي اللي هما مين؟ ادينين وجوانين وسيتوزين، بس عندي ثيامين. في الار ان ايه كلهم موجودين برضو، بس بدل الثيامين عندي ماده تانية اسمها يوراسيل، نيتروجينس بيز برضو نفس التركيب شويه، بس دي يوراسيل ودي ثيامين. يبقى انت دلوقتي ممكن تقارني ما بين الدي ان ايه والار ان ايه في حاجتين، في الشوجر، في البنتوز شوجر، وفي النيتروجينوس بيز. في الشوجر اتنين بنتوز شوجر، بس الفرق ان الار ان ايه كان فيها رايبوز اللي هي فيها او اتش عند كربون رقم 2، والدي ان ايه فيها دي اوكسي رايبوز ما فيهاش الاكسجين عند كربون رقم 2. ده كان اول فرق. الفرق التاني في النيتروجينوس بيز، النيتروجينوس بيز بتاعه الاثنين فيه بيورين وبايريميدين، والاثنين البيورين عندهم الادينين والجوانين، والبايريميدين في النسبه للدي ان ايه عندي ثيامين وعندي سيتوزين، بالنسبه للار ان ايه عندي السيتوزين واليوراسيل بس. خلاص دي كيب ان يور مايند يعني عشان لو جالك كومبير ولا سؤال ام سي كيو في مقارنه ولا حاجه كده. احنا قلنا حاجتين من الاستراكشر بتاع النيوكليوتايد، الشوجر والنيتروجينوس بيز. فاضل لنا ايه بقى؟ الفوسفيت جروب ما فيهاش حاجه يعني، بس كده ايه هتكلم عنها كلمتين. قالك لو انت عندك النيتروجين سبيس وده كده كربون رقم 5 ودي الفوسفيت جروب، دي عبارة عن ايه؟ فوسفيت جروب عبارة عن PO4. الستركشر بتاعها ازاي مش عليكم برضو، بس عشان تفهموا الحتة اللي انا هقولها كمان شوية. الستركشر بتاعها عبارة عن فوسفيت في النص، والفوسفيت ده ماسك مع الأكسجين، ماسك مع OH عادي تقريبا هنا كان في دبل بوند O على ما أظن، وهنا OH برضو، وهنا O. ده الفوسفيت PO4 مفهوش أي حاجة. طيب الفكرة بس إن إزاي الفوسفيت دي بتمسك مع الكربون دي. بصوا يا شباب افتكروا كده معايا لما كنا مثلا عايزه امسك فوسفيت مع كربون. اولا عشان نبقى عارفين ان النيتروجينس بيز ماسكه مع كربون رقم 1 على ما اظن، والفوسفيت ماسكه مع كربون رقم 5. حلو. طيب الفوسفيت دي ماسكه ازاي؟ فاكرين يا شباب لما كنا بنقول مثلا لما بيبقى عندي سي بوند او، كنا قلناها في الفاتي اسيد. فاكرين الفاتي اسيد لما كنت بقول لك ازاي بكون فاتي اسيد يمسك مع في الليبيد ستراكشر؟ الليبيد فاتي اسيد ازاي يمسك مع الكحول مثلا اللي هو التاج تراي اسايد جليسرول. التاج كنا بنقول عباره عن ايه؟ عادي عباره عن الكحول معمول من اللي هو الجليسرول دوت، وكان فيه او اتش صح؟ افتكروا كده. وكنت بمسك معاه الفاتي اسيد، فاتي اسيد دوت كان كده ومعاه هنا في سي او او اتش صح؟ كنا عايزين نعمل بوند، كنت بعمل ايه؟ بشيل اتش تو او اتش او اتش تمام؟ كنت اعمل بوند ما بين السي اللي هنا دي وما بين الاو اللي هنا
وما بين وما بين الاو وما بين السي هنا وهنا بايه؟ ببوند كده او. حلو، فقال لك لو انا عملت سي بوند او، البوند دي بيسموها استر بوند، هي دي اللي بتخلي الفوسفيت تمسك مع الكربون. ما في هنا كربون، حلو، وفي هنا او اتش، وفي هنا او اكسجين هنا، تمام اهو. اكسجين دي بتعمل بوند كده، تشيل البوند دي وتمسك كده الكربون معايا، فتعمل لي حاجه اسمها الاستر بوند. مش مهم تعرف تفاصيل البوند بتتكون ازاي دلوقتي يعني، بس عايزك تبقى عارف ان الفوسفيت بتمسك مع الكربون رقم 5 بتاعت نفس النيوكليوتايد باستر بوند، حلو. والنيتروجين بيس دي بتمسك بايه؟ ببوند اسمها جلايكوسيتك بوند. ارجعوا لشابتر الكربوهيدرات وافتكروا جلايكوسيتك بوند كانت بتتكون ازاي. كنت بعمل كوندنسيشن، بشيل ميه، تمام، وامسك بايه؟ بان جلايكوسيتك او او جلايكوسيتك، دي ان جلايكوسيتك بوند، ماشي. ممكن اشرحها لكم بسرعه دلوقتي، بس مش مهم تعرفوا بقى تفاصيلها دلوقتي، اعرفوا لي هي بتتكون ازاي، يعني بتتكون من ايه بس، يعني ماشي. احاول اشرحها لكم بسرعه دلوقتي. دلوقتي لو انا عندي شوجر كده مثلا، اوكي، والشوجر دوت كان عنده هنا مثلا او اتش، او اتش او اتش، حلو. وادي شوجر تاني اهو نفس الكلام، مثلا عنده هنا او اتش، او خليها فوق عشان تفهموا. عايزين نعمل بوند ما بين دول الاثنين، نعمل ايه؟ كنا بنشيل او اتش و اتش، اشيل ميه، اشيل H2O. لو شلنا H2O هيتفضل لنا اكسجين، تمسك كده وتمسك كده، هنا بدل الاكسجين دي في نيتروجين، فعملت لي الان جلايكوسيتك بوند، خلت الكربوهيدرات دي اللي هي الشوجر اللي هو البنتوز شوجر ده يمسك مع النيتروجين سبيس بجلايكوسيتك بوند. يبقى انا عندي هنا في استر بوند اللي هي الفوسفيت ماسكه مع كربون رقم 5 في نفس النيوكليوتايد اسمها استر بوند، والنيتروجين سبيس ماسكه بايه؟ بجلايكوسيتك بوند. حلو، ده اللي انا عايزاك تعرفه لحد دلوقتي. يبقى احنا كده تقريبا اتكلمنا على كل حاجه في اللي هو يبقى النيوكليوتايد بتاعتي راجعها بسرعه. النيوكليوتايد دي هي البيلدينج يونت بتاعت اي نيوكليك اسيد، معموله من كام حاجه؟ من ثلاث حاجات، معموله من البيز الشوجر اللي هو البنتوز شوجر، ونيتروجينس بيز ماسك مع كربون رقم 1، وفوسفيت جروب ماسكه مع كربون رقم 5. النايت البي اللي هو الكربوهيدرات او اللي هو الشوجر دوت حاجه من اتنين، يا رايبوز يا دي اوكسي رايبوز. بتفرقهم ازاي؟ افرقهم ب الكربون رقم 2 اللي هي دي. لو كربون رقم 2 دي فيها او اتش يبقى ساعتها بقول ده رايبوز، لو شلنا الاو يبقى دي اوكسي رايبوز. الرايبوز ده بتاع الار ان اي، والدي اوكسي ده بتاع الدي ان اي. بعد كده دخلنا على النيتروجينس بيز، عباره عن رينج او اتنين وكلهم معموله من نيتروجين، القاعده بتاعتها بدل كربون نيتروجين. حلو، النيتروجينس بيز دي حاجه من اتنين، يا اما بيورين دي اللي هي معموله من تو رينجز عشان هي اسمها صغير فربنا عوضها انها بقى حجمها كبير، او بايريميدين معموله من ايه؟ من رينج واحده. البيورين اتنين اولويز جلو، ادينين وجوانين. طيب والبايريميدين السيتوزين والثيامين، ده لو انا دي ان ايه. لو انا ار ان ايه عندي بيورين وعندي بايريميدين، عندي في البيورين ادينين وجوانين، عندي في البايريميدين بدل سيتوزين وثيامين سيتوزين ويوراسيل، حلو. طيب النيتروجينس بيس دي ماسكه مع البنتوز شوجر بايه؟ ان جلايكوسيتك بوند. وفهمتوها بتتكون ازاي؟ الخطوه الثالثه اللي هي الفوسفيت جروب، الفوسفيت جروب دي ماسكه مع كربون رقم 5 ماسكه بوند اسمها استر بوند. لحد دلوقتي في اي مشكله؟ وخلي بالك الفوسفيت دي بتبقى عليها نيجاتيف تشارج، ركز معايا ان الفوسفيت اللي عليها نيجاتيف تشارج دي بتخلي الجزء من النيوكليك اسيد هيدروفيلك، والنيتروجينس بيس عشان هي رينج فبتخلي جزء من النيوكليك اسيد هيدروفوبك. حط دي برده معلومه في دماغك هستخدمها قدام شويه. يبقى احنا كده قلنا الاستراكشر بتاع النيوكليوتايد، عرفت كل حاجه عايزه منها ايه. طيب يهمني بقى جدا حاجه اسمها الفوسفوداي استر بوند، دي مهمه جدا. بصوا كده، دلوقتي بقى انا انتي قلتي اصلا انه النيوكليك اسيد ده عباره عن ايه؟ بولي نيوكليوتايد، صح؟ يعني كذا نيوكليوتايد. في حاجه نسيت اقولها لكم،
بصوا لو انا بتكلم على الشوجر كده لوحده او الشوجر ومعاه النيتروجينس بيس بس من غير الفوسفيت، دي بيسموها نيوكليو سايد. لو الشوجر مع النيتروجينس بيس بيسموها نيوكليو سايد، لو ضفنا عليها الفوسفيت ساعتها بقول عليه على ده كله نيوكليوتايد. ماشي، دي معلومه مهمه تعرفها، ان نيوكليوسايد عباره عن ايه. نيوكليوسايد ده عباره عن الشوجر مع النيتروجين بيز، حطينا عليها الفوسفيت دي اسمها نيوكليوسايد، حطينا عليها الفوسفيت بقت نيوكليوتايد. خلاص، نرجع بقى الفوسفودايستر بوند. بص دلوقتي انا كنت بقول ان انا عشان اعمل نيوكليك اسيد لازم يبقى عندي بولي نيوكليوتايد، اكتر من نيوكليوتايد ماسكين مع بعض. يعني انت عندك دلوقتي ادي شوجر اهو، حلو، وادي النيتروجين بيس بتاعته، وادي كربون رقم 5 اللي ماسك معاها الفوسفيت، حلو. تمام، وادي نيوكليوتايد تانية، اهي وادي نيتروجين بيز، وادي كربون رقم 5، وادي ماسك معاها الفوسفيت، حلو، بإستر بوند. ايه رأيكم احنا عايزين نمسك التو نيوكليوتايدز دول مع بعض عشان نعمل بقى نيوكليك اسيد محترم؟ قال لك طيب انت تمسكيه ازاي؟ بصوا دي احنا اتفقنا لما نيجي نعد بعدها، دي كربون 2 3 4 ودي 5. كربون رقم 3 دي يا شباب في هنا او اتش ماسكه معايا، خلاص، حلو. انا هعمل بوند ما بين الاو اتش دي ما بين الفوسفيت هنا. يعني انت عشان تمسكي اتنين نيوكليوتايد مع بعض هتعملي بوند. البوند دي رابطه، الرابطه دي هتمسك مين، هتربط مين بمين؟ هتربط كربون رقم 5 او الفوسفيت بتاعه كربون رقم 5 بتاعه نيوكليوتايد ب كربون رقم 3 في النيوكليوتايد الثاني. معايا كده؟ يبقى انا همسك رقم 5 برقم 3، رقم 5 في النيوكليوتايد برقم 3 في النيوكليوتايد الثاني. طيب رقم 5 في النيوكليوتايد الأولانية معمولة من ايه؟ معمولة من فوسفيت، ورقم 3 او اتش، حلو. بصوا بقى هعمل ايه؟ معلش هضطر ان انا هنا بس ارسم الفوسفيت بشكله الطبيعي. هنا دي مربوطة بالاكسجين، ادي اللي هي الاستر بوند دي، خلاص، وادي الفوسفيت، ادي بوند 2 3 4، طبعا كلهم عليهم نيجاتيف. انا عايزه اعمل ايه دلوقتي؟ عايزه اربط دي بدي، خلاص. هعمل ايه؟ المفروض في هنا او اتش، يعني قال لك هتشيلي لي او اتش من هنا وهتشيلي لي اتش من هنا. شايفين؟ هشيل او اتش من هنا واتش من هنا، هيتفضل لي اكسجين واحده بس، هتبقى دي او اهي واهي. انا كده ربطت البوند، صح؟ انا كده ربطت البوند. البوند دي استر بوند ودي استر بوند، يبقى الفوسفيت دلوقتي بقى اسم البوند ايه؟ يعني هنا في بوند هي استر وهنا استر، فسموا البوند كلها فوسفو داي استر بوند. ليه سموها كلمه فوسفو داي استر بوند؟ فوسفو عشان فوسفيت، داي 2 يعني 2 استر بوند، ادي استر بوند فوق وادي استر بوند تحت، خلاص. يبقى الفوسفو داي استر بوند دي بتتكون امتى؟ بتتكون لما اجي اربط 2 نيوكليوتايدز مع بعض. بتتكون ما بين مين ومين؟ ما بين كربون رقم 5 بتاعت نيوكليوتايد وكربون رقم 3 بتاعت النيوكليوتايد التاني. بتتكون ازاي؟ ان انت بتشلي او اتش و اتش، بتشلي او اتش من الاسيد و اتش من الايه؟ او اتش من اللي هو الفوسفيت جروب، ما هو الفوسفيت جروب ده عباره عن فوسفوريك اسيد،
فشلت منه او اتش وشلت لي اتش من الكربون رقم من الكربوهيدرات اللي فوق يعني اللي هي بنتوس شوجر. مش مهم شلنا ايه من ايه، المهم ان انت شلت لي اتش 2 او خلاص خلاص رمينا اتش 2 او مش مهم ازاي تمام، رمينا ال اتش 2 او دي وعملنا استر بوند فوق واستر بوند تحت، فسموا البوند فوسفو داي استر بوند، دي اللي مسؤوله انها تمسك النيوكليوتايدز مع بعض. فانا بقى ممكن اعمل ايه؟ قال لك ممكن تجيبي بقى ايه نيوكليوتايد والثانيه والثالثه والرابعه وهكذا وتمسكهم لي كلهم بايه بالفوسفو داي استر بوند دي. خلاص فهمتوا الفوسفو داي استر بوند بتتكون ازاي؟ مهمه جدا، ده التكوين بتاعها. طب عايزين نكسرها، اكسرها ازاي؟ قال لك اللي بيكسرها انزيم اسمه ايه، الانزيمز دي اسمها ايه نيوكليازز. بصوا افتكروا معايا شابتر الانزيم، كلمه ايز يعني انزيم بيكسر، نيوكليوز يعني انزيم بيكسر النيوكليوتايد دي. الانزيم دوت فيه منه كام نوع؟ بيقول لك فيه منه 3 انواع. في حاجه اسمها الاندو نيوكليز، الاندو دي اللي هو لو انا مثلا عندي بوند كده اكسر ايه في النص كده فده الاندو نيوكليز. طيب في الاكزو نيوكليز، الاكزو نيوكليز بيكسر اللي بره الاطراف. في حاجه اسمها اكزي نيوكليز بيقول لك ان هو بيعمل ديول تقريبا، يعني اللي انا فهمته ان هو بيقطع اتنين تمام، اتنين تيرمينال، اتنين ديول، اتنين تيرمينال هنا وهنا. خلاص يبقى انا النيوكليزز اللي هي بتكسر، بتكسر ايه يعني؟ لو قالك الفوسفودايستر بوند بتتكون ازاي، خلاص بتتكون انا اكون استر بوند ما بين كربون رقم 5 ورقم وكربون رقم كام 3 بتاعه النيوكليوتايد والتاني. طيب كونناها، عايزين نكسرها، بكسرها ازاي؟ بانزيم اسمه نيوكليز. النيوكليز ده فيه منه 3 انواع، يا اما اندو بيكسر لك في النص جوه النيوكليوتايد جوه بتاع نفسها، يا اما اكزو بيكسر لك اللي على الاطراف حلو، يا اما اكزي. اكزي ده بيقول لك ان هو تقريبا بيكسر الاثنين اللي على الاطراف، وتاكدوا من الاكزي دي عشان هي على ايام كانتش موجوده صراحه دورت عليها، فتاكدوا من الاكزي، بس اللي انا فهمته ان هي بتقطع الاثنين على الاطراف. ماشي طيب كده احنا قلنا بتتكون ازاي وبتتكسر ازاي. حلو كده في مشكله في لحد دلوقتي؟ اعتقد احنا كده الدنيا تمام، يعني احنا دلوقتي ما شرحناش حاجه غير ان انا قلت تركيبه النيوكليك اسيد او نيوكليوتايد، يعني قلنا ان هي عباره عن نيتروجين سبيس، اتكلمنا عنه، اتكلمنا على الشوجر، واتكلمنا على الفوسفيت، وبعدين قلت لك لو انا عايزه امسك اتنين نيوكليوتايدز ببعض وامسكهم ازاي، بعمل فوسفودايستر بوند. بتتكون ازاي فهمناها، وبتكسر ازاي فهمناها برده. فاضل ايه بقى؟ فاضل النومن كالتشر بتاعه، في جدول كده عندكم اوكي، الجدول دوت بيقول لك نومن كالتشر بتاعه النيوكليوسايد والنيوكليوتايد. طيب ارجع كده، احنا قلنا من شويه معلومه قلت لك هحتاجها، قلت لك لو انا عندي الشوجر بتاعنا ومعاه النيتروجينس بيس فقط لا غير، اسمه ده ايه؟ نيوكليوسايد بس، صح كده؟ وقلت لك لو انا ركبت له الفوسفيت، ادي كربون 5 ادي الفوسفيت، ساعتها بسميه ايه؟ ساعتها بسميه نيوكليوتايد. ده كله على بعض، النيوكليوسايد مع الفوسفيت. خلاص طيب هو بقى جايب لك جدول كده مسمي النيوكليوسايد نيوكليوتايد ده. بص هو جدول مش مهم يعني تذكروه لوحدكم، بس انا هقول لكم فكرته وانتوا عيشوا بقى احفظوه، او يعني احفظوه هو سهل ما فيهوش حاجه يعني، هو كله حفظ ما فيهوش فهم. هو بس الفكره ان هو بيقول لك ايه، لو انت مثلا عندك النيتروجين بيس بتاعتك ادينين مثلا تمام، نيتروجين بيس بتاعتي ادينين. طيب لو انا ار ان اي هيبقى اسمه ايه؟ ادينين، هيبقى اسمه ادينيرك. ماشي ده لو كان عندي نيوكليوسايد، ده لوحده تمام، هيبقى اسمه ادينين، ادينايل او ادينوزين، هيبقى اسمه سوري ادينوزين، معلش ادينوزين. حلو تمام، ده لو هو ار ان اي. طب لو هو دي ان اي وفي ادينين، هتقول دي اوكسي ادينوزين. حلو طيب لو خليته بقى نيوكليوتايد على بعضه، يعني حطيت له الفوسفيت، هيبقى اسمه ادينايل او ادينيليك اسيد، وامشي بقى بنفس النهج ده بس ما فيهوش حاجه يعني. هو يبقى انا لو حسب اسم النيتروجينس بيز
بسمي على اساسه. تمام، لو انا بتكلم على النيوكليوسايد لوحدها، والنيوكليوسايد دي ان ايه، يعني الشوجر ده دي اوكسي، ماشي، الشوجر ده دي اوكسي، فسمي دي اوكسي ادينوزين جوانوزين واتيفر اسم النيتروجين سبيس. حلو، طيب لو ضفت له عليه الفوسفات وبقى نيوكليوتايد كامله، هتسميه ادينيليك اسيد، الكلام دوت جوانيليك اسيد، الحاجات دي. بس هو دوت الجدول بتاعك، مفيش اي فن يعني، احفظوه، ولو في اي حاجه وقفتوا فيها او ما فهمتوهاش يعني هقولها لكم، بس عشان حرام اضيع وقت في ان انا اقرا جدول ملوش لازمه يعني بصراحه، وفي حاجات اهم بكتير جدا من الجدول ده. ماشي، فاقروا، ما في حاجه ما فهمتوهاش ابعتوا لي يعني، او اسالوني وانا هقول لكم. ماشي، طيب ايه بقى اهميه ال النيوكليوسايد والنيوكليوتايدز دي؟ قال لك في ليها ثلاث اهميات. ايه اول حاجه؟ انها البيلدينج يونت بتاع الدي ان ايه والار ان ايه. ما احنا قلنا ان دي وحده بناء الدي ان ايه والار ان ايه، دي فهمتها خلاص، مش محتاجه اتكلم فيها. حلو، الحاجه الثانيه ان هي سورس اوف انرجي. بصوا كده، في حاجه اسمها اي تي بي. عارفين ايه الاي تي بي دوت؟ ادينوزين تراي فوسفيت. يعني ايه؟ يعني نيوكليوسايد كده اسمها ادينوزين، يعني هنا في ادينوزين اللي هو ادينين يعني، تمام، وهنا في بدل فوسفيت واحده في ثلاثة فوسفيت جروب، فسموه ادينوزين تراي فوسفيت. الاي تي بي دوت هو اللي فيه الطاقه، هو مصدر الطاقه بتاعنا. فهو بيقول لك انه النيوكليوسايد والنيوكليوتايدز دي مصادر للطاقه، لانها بتتخزن فيها طاقه اصلا زي الاي تي بي كده. فالاي تي بي اصلا دوت نيوكليوتايد، تخيل بقى. تمام، يعني النيوكليوتايد دوت مش منحصر بس انا اقول لك النيوكليوتايد ده بتاع الدي ان ايه والار ان ايه بس، لا، ده ممكن يكون مصدر طاقه. ممكن كمان بيقول لك ان هو بيبقى كومبوننت لكو انزايم. عارفين مثلا الناد، الحاجات اللي احنا قلناها في الانزيمز، الناد والفاد، الحاجات دي عباره عن اصلا نيوكليوتايدز، ان ادينوزين والكلام دوت. تمام، فدي كلها يا شباب هتلاقوها برده موجوده في جدول عندكم. الكو انزيمز دي عباره عن اصلا كانت نيوكليوتايدز. فهمني. فالنيوكليوتايدز دي غير انها بتكون دي ان ايه وار ان ايه، هي كمان مصدر للطاقه، بيتحبس فيها الطاقه زي الاي تي بي والحاجات دي كلها، بلس انها كمان ايه، تستخدم في تركيبه الكو انزيمز زي الناد والفاد والاكزامبلز مكتوبه عندك. حلو، احنا كده خلصنا اللي هي الجزء الاولاني بتاع النيوكليوتايد والنيوكليوسايد والستراكشر بتاع الحته دي. يبقى keep in your mind ان انا اول جزء اتكلمنا في ايه، اتكلمنا على الدي ان ايه كستراكشر، اتكلمنا سوري عن النيوكليوتايد يعني كستراكشر. النيوكليوتايد او عباره عن ايه، هو تركيب، هو البيزك يونت بتاعه النيوكليك اسيد اللي هو الدي ان ايه والار ان ايه، معموله من شوجر البنتوز شوجر رايبوز ودي اوكسي رايبوز، معموله من النيتروجين سبيس اللي هي بيورين وبايراميدين وانواعهم، معموله من الفوسفيت اللي هو ماسك مع كربون رقم 5. طيب عشان امسك اثنين نيوكليوتايد مع بعض واعمل بولي نيوكليوتايد اللي هو نيوكليك اسيد، بمسكهم بايه؟ بمسك كربون رقم 5، بربط رابطه ما بين اثنين، بربط رقم 5 بتاعه النيوكليوتايد برقم 3 بتاعه النيوكليوتايد الثاني، بربطهم بالفوسفيت دي، فالفوسفيت بتعمل بوند بيسموها فوسفو دايستر بوند. وفهمت الاسم جه منين؟ عشان هي فوسفيت وماسكه من فوق باستر بوند وماسكه من تحت باستر بوند، فسموها فوسفو دايستر بوند. بس وبعد ما طب بتتكسر ازاي البوند دي؟ بنزيمز. اللي هي ايه الانزيمز دي؟ اللي هي النيوكليزز، عندك اكزونيوكليز اللي هو بيقطع التيرمينال الاطراف بس، الفوسفيت بتاعه الاطراف اللي من فوق كده مثلا ومن تحت، خلاص. طيب دي فوسفودايستريز، سوري دي الاكزونيوكليز. الاندونيوكليز بتتقطع من جوه، بيتقطع البوند بس من جوه التشين يعني. وفي اكزونيوكليز بتقطع الطرفين اللي بره، خلاص. بعد كده قلت لك المسميات دي سهله ان انت تعرفها، تتسمى حسب النيتروجين بيز الموجوده، اوكي. لو هي نيوكليوسايد، نيوكليوسايد يعني مش ماسكه فيها الفوسفيت، لسه الفوسفيت ما جاتش، اوكي، فبيسموها يا اما مثلا ادينوزين جوانوزين ثايمدين حسب النيتروجين بيز. تمام، لو ماسك بقى يا اما تبقى دي ان ايه يا اما ار ان ايه. لو ماسك بقى فيها الفوسفيت يسموها بس ايه، ادينوزين مونوفوسفيت مثلا اي ام بي، يسموها ادينوزين تراي فوسفيت اي تي بي كده. خلاص، المسميات سهله زي ما اتفقنا. اهميتها النيوكليوتايد والنيوكليوسايد يعني الفانكشنز بتاعتها ان هي وحده بناء الدي ان اي والار ان اي، بلس ان انا بخزن فيها طاقه سورس اوف انرجي زي الاي تي بي والجي تي بي والحاجات دي. واخر حاجه يا شباب ان هي بتكون الكو انزيمز. ندخل بقى على الدي ان اي ستراكشر. طيب احنا يبقى الجزء الاول اتكلمنا على الستراكشر بتاع النيوكليك اسيد عموما،
دلوقتي هنتكلم على ال DNA structure. بصوا فاكرين البروتين؟ البروتين كان ليه primary و secondary و tertiary structure. نفس الكلام عندنا في ال DNA، ليه primary وليه secondary وليه tertiary structure. اول حاجة البرايمري. البرايمري ده احنا لسه قايلينه على فكرة، مش انا قلت لك لما تمسك اللي هو عبارة عن ايه، هو مكتوب حتى عندك بولي دايوكسي رايبو نيوكليتايد. يعني ايه؟ يعني انا عندي كذا دايوكسي رايبو نيوكليتايد، اللي هي النيوكليتايد اللي معمولة من ديوكسي رايبوز اللي هي دي، اوكي مش دي نيوكليتايد يا شباب، ودي الفوسفيت. تمام، لما مسك كذا واحدة زي دي مع بعض كده، تمام، والفوسفيت، المفروض هما ماسكين مع بعض البوند اللي هي اسمها ايه بقى، فوسفودايستر بوند، ماسكه بين كربون رقم 5 وكربون رقم 3 اهي. تمام، وعملنا واحده كمان، ودي النيتروجين سبيس طبعا، اوكي واحده كمان، ودي كربون رقم 5، ودي الفوسفيت، وادي البوند اللي هي ما بين رقم 5 ورقم 3. ايه اللي حصل هنا؟ مفيش اي حاجه، انا مسكت اكتر من نيوكليتايد ببعض. مسكتهم ازاي؟ مسكناهم بفوسفو دايستر بوند. يبقى انا البولي دايوكسي رايبو نيوكليتايد كذا رايبو كذا نيوكليتايد مسكناهم مع بعض بالفوسفو دايستر بوند. طبعا الفوسفو دايستر بوند زي ما انا قلت لك قبل كده، بصوا نسيت اقول لكم حاجه، وانت بتعد الكربونز بنقول ادي كربون رقم 1، ودي 2، ودي 3، ودي 4، ودي 5. ما بقولش 1 2 3 4 5، بقول 1 برايم 2 برايم، دي يعني عليها داش كده خلاص. فانا بمسك ما بين كربون رقم 3 برايم وكربون رقم 5 برايم فوسفودايستر بوند، اوكي هي مكتوبه حتى هنا، بمسك بين كربون رقم 3 وكربون رقم 5 فوسفودايستر بوند. طيب بس برضو في حاجه تانية، بيقول لك ان الشكل ده ليه بولاريتي. فاكرين يعني ايه بولاريتي؟ يعني متر يدوب في الميه. ليه بولاريتي؟ يبقى لازم يبقى ليه اكسجين، ليه نيتروجين، ليه يعني مثلا في علاقه من اكسجين وهيدروجين، نيتروجين وهيدروجين، فوسفيت وهيدروجين، حاجه ليها الكترونيجاتيفيتي عاليه وحاجه ليها الكترونيجاتيفيتي قليله. هنا يا شباب انا في ناحيه فيها فوسفيت، والفوسفيت ده عليه نيجاتيف تشارج، صح؟ في ناحيه عليها فوسفيت، والفوسفيت ده عليه نيجاتيف تشارج، اللي هي ناحيه ال 5 برايم فري، ما في ناحيه فوق فري فيها فوسفيت مش ماسك فيها حاجه، تمام؟ فالناحيه دي الفري. تحت برضو في ناحيه هنا فيها رقم 3 فري، والثلاثه دي فيها او اتش، فده يخليه بولر. بولر ليه؟ عشان في ناحيه فيها 5، بصوا الناحيه اللي فوق عشان مش باينه، 3 اهي، تمام؟ يبقى في ناحيه فوق فيها 5 داش، الفايف ده او 5 برايم يعني، ما اسمهاش فايف، اسمها 5 برايم فوسفيت فري، وفي ناحيه فيها ال 3 برايم فيها او اتش فري. طبعا ما دام في فوسفيت عليه نيجاتيف تشارج، والاو اتش هي كمان عليها نيجاتيف تشارج، فيخلي الكومباوند كله على بعضه بولر. طيب انا في حاجه نسيت اقولها، افتكرتها دلوقتي، وانا بكون الفوسفو دايستر بوند، وانت بتكونها المفروض ان النيوكليتايد اللي يكون يعني النيوكليتايدز دي تبقى ايه؟ بصوا عشان نسيت اقول الحته دي افتكرتها دلوقتي. المفروض ان هو اصلا النيوكليتايد دي، خلاص انت فهمت الشكل ده، تمام؟ يبقى ده البرايمري ستراكشر، عباره عن كذا نيوكليتايد ماسكين مع بعض بفوسفودايستر بوند، ليهم ناحيه 5 برايم 3 فيها فوسفيت، وناحيه فيها او اتش 3 عند كربون رقم 3، وده بيخليه في بولاريتي. الحته بس بتاعت ال بتاعت اللي هي الفوسفودايستر بوند، بيقول لك عشان تكون فوسفودايستر بوند ما بين اثنين نيوكليتايدز، هنا مثلا كربون رقم 3 ودي فوسفيت عادي، ودي دي برضو كربون رقم 3 والنيتروجين عادي، ودي كربون رقم 5 اللي فيه فوسفيت. بيقولك بس المعلومه ان انت لازم يبقى عندك، تبقى دي النيوكليتايد اللي انت هتمسكها تبقى فيها 3 فوسفيت، تريبل فوسفيت، اوكي. انا بكسر دي، حلو، لما بكسر الاثنين فوسفيت دول مع بعض يا شباب، دول بيسموهم بايروفوسفيت. البايروفوسفيت دي لو اتكسروا بيطلعوا لي كميه انرجي كبيره، الانرجي دي تساعد الانزيمز انها تكون لي الايستر بوند اللي هنا،
خلاص. يبقى انت بس في معلومه ان انت عشان تكون فوسفوليستر بوند ما بين اتنين نيوكليوتايدز لازم واحد من النيوكليوتايدز دي اللي هو فيه الفوسفيت يبقى فيه التلاته فوسفيت مش فوسفيت واحده. التلاته فوسفيت هكسرهم لواحده واتنين، واحده اهي واتنين مع بعض، الاتنين مع بعض اسمهم بايروفوسفيت. البوند اللي اتكسرت دي طلعت لي طاقه، الطاقه دي هتخدم الانزيمز اللي هي هتقدر تكون الايه البوند، هتساعدها في ان انا اكون الاستر بوند ما بين الاثنين نيوكليوتايدز وبعض خلاص. فعشان ده ممكن تيجي حته ام سي كيو كده يقول لك انا عايز اكون الفوسفودايستر بوند ما بين اثنين نيوكليوتايدز، هل هتكونها لي ما بين مثلا ادينوزين ترايفوسفيت ولا ادينوزين مونوفوسفيت ولا ادينوزين ترايفوسفيت ولا مونوفوسفيت؟ تختار الترايفوسفيت اللي فيها ثلاثه فوسفيت، ما ننساش اللي فيها ثلاثه فوسفيت باكد عليها خلاص. ممكن تبقى جوانيزين ترايفوسفيت، اي حاجه يعني المهم تبقى ثلاثه فوسفيت ماشي. طيب كده احنا عرفنا البرايمري ستراكشر بتاعنا، ندخل على السكندري ستراكشر مهم جدا. طيب في برضو حاجه برضو في البرايمري ستراكشر عايزه اقولها لك. دلوقتي احنا عندنا من فوق الاند من فوق دي اسمها 5 برايم اند، والاند اللي من تحت دي اسمها ايه اللي هي بتقل فيها الاو اتش ثلاثه. فبيقول لك لما بتيجي تقرا ترتيب يعني لما نيجي نكتب الامينو اسيدز دي واجي اكتب ترتيبها، مثلا عايز اعرف ان انا مثلا عندي هنا في نيتروجين بيز اهي ونيتروجين بيز هنا وهكذا، والنيتروجين بيز مثلا دي ادينين جوانين سيتوزين وهكذا. فبتكتب ازاي؟ بتكتب الترتيب من 5 ل 3، يعني بتكتب من كده وانت نازل كده من الناحيه اللي فيها 5 برايم اند الناحيه اللي فيها 3 برايم اند، الناحيه اللي فيها 5 فاضيه اتجاه الايه الناحيه اللي فيها 3 فاضيه تمام. اكتب مثلا ادينين جوانين سيتوزين سايامين وهكذا اوكي. ده البرايمري ستراكشر بتاعه مفيش كلام جديد يعني. طيب احنا تقريبا قلنا معظم الكلام، بس تعرف ان هو عباره عن كذا نيوكليوتايد ماسكين مع بعض فوسفودايستر بوند بتتعمل ما بين كربون رقم 5 كربون رقم 8 كربون رقم 5 سوري كربون رقم 3 بتبقى بولر. ليه؟ عشان في ناحيه فيها 5 اند فاضيه فيها فوسفيت فاضيه والفوسفيت عليه نيجاتيف تشارج، وفي ناحيه فيها 3 اند فاضيه عليها او اتش فده يخليه بولر اوكي. ولما بنيجي نقرا السيكونس ترتيب النيتروجين بيز بقراها من الناحيه الخامسه من ناحيه 5 برايم اند للناحيه 3 برايم اند ماشي. طيب السكندري ستراكشر بقى، بصوا بقى على السكندري ستراكشر وركز بقى. بصوا يا شباب secondary structure اللي هو ان هو ايه دبل هيليكس، يعني انا عندي الشكل كده اهو اوكي. ده ال secondary structure بتاع خلاص. ال secondary structure عباره عن ايه بتاع اي دي ان ايه؟ عباره عن دبل هيليكس او دبل stranded دي ان ايه او دبل هيليكس، يعني اتنين زي خيوطين كده او خيوطين كده، الخيوط دي ماسكين مع بعض او الخيوط دي لافين حوالين بعض وخيطين اتنين خلاص. قال لك طب ما تيجي نفرد الشكل ده عشان نعرف مكون من ايه. قال لي لو انا فردت الشكل ده هلاقيه عامل زي السلم اوكي. السلم ده معمول من الباك بون، الباك بون بتاعه اللي هو العواميد دي، ومعمول من الايه الستبس اللي هي الخطوات او اللي هي الدرجات اللي انا هطلع عليها على السلم. الباك بون ده اللي هو عباره عن ايه يا شباب؟ بصوا بقى هندخل جوه شويه عشان ايه نعرف مكون من ايه. قال لك الباك بون دي انا هبص الاقي انها عباره عن الشوجر بتاعنا عادي جدا، والشوجر ده ماسك كده ادي الفوسفيت سوري ادي الاو اتش، وادي واحده تانية انتوا شايفين من تحتها، وادي ناحيه تانية او واحده تانية اهي خلاص، وادي الفوسفيت بتاعها خلاص، وادي البوند اللي رابطه بينها وما بين اللي فوق وهكذا حلو. والمفروض ان هنا في نيتروجين بيز وهنا في نيتروجين بيز، مش ده البرايمري ستراكشر؟ حلو قوي. ده ناحيه، ناحيه تانية من السلم نفس الشكل عباره عن برضو كده وكده اوكي، وهنا في النيتروجين بيز بتاعته خلاص تمام، وهنا في اللي هي الايه هنا 3 وهنا 5 دي الفوسفيت، ادي الفوسفيت ماشي، وادي البوند اللي ربطها مفيش اي مشكله خلاص، ومكمله تحت برده حلو. دول بقى
اللي في النص دول ادي ده الباك بون بتاعي. فالباك بون بتاعي بتاع السلم معمول من حاجتين، معمول من الدي اوكسي رايبو نيوكليز اللي هو الشوجر بتاعنا زائد الفوسفيت، مفيش اي مشكله الفوسفو، ومعمول كده بقى اهو مكمل يعني. ودي فوسفيت التاني خلاص، معمول من ايه؟ معمول من الشوجر ومعمول من الفوسفيت، ده الباك بون بتاعنا. هنا شوجر وفوسفيت ماسكه مع شوجر وفوسفيت وهكذا وهكذا وهكذا. اللي في النص ده عباره عن ايه؟ بيقول لك ايه، في عالم، العالم دوت اسمه شارجاف. شارجاف العالم ده قال لك ايه لما درس الدي ان ايه؟ شاف حاجه غريبه جدا. شاف ايه بقى العالم ده؟ قال لك انا شفت انه النيتروجين بيزز، لقيت ان سبحان الله الادينين بيحب جدا 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 يمسك مع الثيامين، والسيتوزين يحب يمسك جدا جدا مع الجوانين. سبحان الله، هو لقى كده، لقى ان دايما الادينين لازق وماسك، بيحب جدا حاضن كده الثيامين، والسيتوزين حاضن كده الجوانين. يعني لو اتنين قدام بعض، لو تو نيتروجين بيز زي بعض كده او قدام بعض كده تمام، لو واحد ادينين هتلاقيه ماسك مع الثيامين، ولو واحد سيتوزين هتلاقيه ماسك مع الجوانين. حلو، طب بتمسك بايه؟ بيمسكوا مع بعض بايه؟ قالك بيمسكوا بهيدروجين بوند بس. الادينين والثيامين بيمسكوا بدبل هيدروجين بوند اتنين بس، والسيتوزين والجوانين بيمسكوا بتريبل هيدروجين بوند، بتلاتة هيدروجين بوند. حلو، يبقى الادينين بيمسك مع الثيامين بدبل بوند، والجوانين والسيتوزين بيمسكوا بايه؟ بتريبل بوند، بتلاتة يعني تلاتة هيدروجين بوند. فقالك فلو جيت حسبت لي عدد البيورينز، هو مين البيورين؟ افتكر كده، اللي هما always glow اللي هما الادينين والجوانين، ومين البايريميدين اللي باقيين السيتوزين والثيامين. لو جيت حسبت عدد الادينين والجوانين مع بعض التوتال بتاعهم، هتلاقيهم قد عدد السيتوزين والثيامين. ليه؟ نفترض ان انا مثلا عندي هنا 3 ادينين خلاص و 3 جوانين، يبقوا كام؟ يبقوا 6. حلو، الثلاثة ادينين محتاجين قدامهم 3 ثيامين، والثلاثة جوانين محتاجين قدامهم 3 سيتوزين، يبقى برضو المجموعة كام؟ 6. يبقى شارجاف ده قال ايه؟ شارجاف ده قال حاجتين مهمين. الاول حاجة انه هتلاقي دايما الادينين يحب يمسك مع الثيامين، والسيتوزين يحب يمسك مع الجوانين. بيمسكوا بايه يا معلم؟ بيمسكوا بهيدروجين بوند بس. الادينين والثيامين يمسكوا باتنين هيدروجين بوند دبل هيدروجين بوند، حتى تلاقيهم كده مكتوبين جنب بعض كده يعني ماسكين بدبل هيدروجين بوند. والسيتوزين يحب يمسك مع الجوانين بتريبل هيدروجين بوند، بتلاتة هيدروجين بوند. وبالتالي انت هتلاقي لو جيت عديت عدد البيورينز وعدد البايراميدينز هتلاقيهم قد بعض. مفهومه لحد كده؟ حلو، ده بقى الشكل ده هو اللي خلى يبقى فيه في السلم، مش احنا عندنا سلم قلنا عليه؟ سيبك بقى من الشكل ده خلاص، خلينا في السلم عشان ده المهم بالنسبه لنا. مش احنا كان عندنا شكل السلم ده وقلت لك السلم ده فيه ستبس كده؟ حلو، السلم ده يا معلم بقى دلوقتي فهمت مكون من ايه؟ اقول لك اهو، السلم ده هو ده، السلم ده مكون من على الجناب هنا بايه؟ بالشوجر بتاعي اللي هو البنتوس شوجر، اوكي، والفوسفيت. ودي بنتوس شوجر ماسكه ايه، ودي بنتوس شوجر تاني ماسكه ايه، وهكذا بنتوز وماسكين مع بعض، اوكي. وفي النهايه في فوسفيت هنا وفي هاد او اتش هنا، نفس القصه كده تمام. برضو فوسفيت يعني الباك بون عندي عباره عن ايه؟ اللي هو الدايره دي، الدايره دي عباره عن الشوجر ومعاها الفوسفيت بتاعها. وفي النص في مين؟ قال لك في النص في النيتروجين بوند. النيتروجين بوند دي لو هي ادينين هتلاقيها ماسكه مع الثيامين، لو هي النيتروجين بيز دي جوانين هتلاقيها ماسكه مع السيتوزين، وهكذا بقى. اوكي، بصوا كده، ادينين وثيامين مثلا، جوانين وسيتوزين، باي ترتيب بقى حسب طبعا ايه، اي ترتيب يا شباب، حسب الترتيب بتاع الديني، ما الديني ايه كلها مش زي بعض يعني، حسب الترتيب. فدايما الادينين هتلاقيه ماسك مع الثيامين، والجوانين ماسك مع السيتوزين، وعاملين زي سلم كده اللي هي خطوات السلم اللي في النص. اوكي، ده هو السكندري ستراكشر بتاع الديني، ده السكندري ستراكشر. الشكل الموديل ده بقى اللي هو السلم ده مين اللي عمله؟ اتنين علماء واخدوا عليه جائزة نوبل على فكرة، اسمهم ايه العلماء دي؟ اسمهم واتسون وكريك موديل. واتسون وكريك موديل،
امال شجارس ده قال ايه؟ شجار ده كل اللي قاله ان الادينين ماسك مع الثيمين والسيتوزين ماسك مع الجوانين. فتخيل بقى واتسون وكريك الشكل وعملوا لنا السكندري ستراكشر بتاع الدي ان ايه. ف بقى لحد دلوقتي ايه اللي انا قلته؟ ما قلتش اي حاجه غير ان انا بشرح السكندري ستراكشر بتاع الدي ان ايه. قلت لي ان انا عندي البرايمري ستراكشر عباره عن كذا نيوكليوتايد ماسكين مع بعض بفوسفودايستريز. جيت قلت لك انا بقى هجيب اتنين ستراند، واحده يمين واحده شمال، والاثنين ستراند دول انا عايزه امسكهم مع بعض. طب هتمسكهم مع بعض ازاي؟ قال لي همسكهم من خلال النيتروجين بيزز. النيتروجين بيزز دي اي واحده بتمسك مع اي واحده؟ قال لي لا، في قانون بيقول ان الادينوزين يمسك مع الثيمين، الادينين يمسك مع الثيمين، والجوانين يمسك مع السيتوزين. اوكي، طب لو هو ار ان ايه هينفع يمسك الايه مع التي؟ ما احنا قلنا مع الثيمين الايه هيمسك مع اليو اليوراسيل، ما هو الثيمين مكانه اليوراسيل في الار ان ايه. فتركز تشوف السؤال، هل هو بيقول لك دي ان ايه ولا بيقول لك ار ان ايه؟ لان لو بيسالك على الدي ان ايه وقال لك مثلا الايه بتمسك مع مين في الدي ان ايه، بتمسك مع الثيمين. لكن لو قال لك الايه بتمسك مع مين في الار ان ايه، هتقول له اليوراسيل بدبل بوند برضو. خلاص، فتركز في السؤال. فتركز في السؤال برضو. نفس الكلام لو مثلا جايب لك ستراند كده، مثلا بيقول لك انا عندي الستراند مثلا، يعني مثلا يجيب لك سؤال ازاي، يقول لك ايه، انا عندي الستراند دي من 5، عندي ادينين وعندي جوانين سيتوزين جوانين ثيامين سيتوزين مش عارف ايه، ودي 3، والناحيه الثانيه نفس الكلام مثلا، وطبعا الناحيه الثانيه بقى العكس. يعني بصوا انا هوريكم في اخر بس الحته دي هقول لكم الاسئله بتيجي ازاي هنا. انت بس فهمتوا لي الحته دي تمام. وبعد كده بعد ما شرجوف شرح الحته دي، جه واتسون وكريك وعملوا لك الايه دبل هيليكس ده. بصوا السؤال يجي ازاي على الحته دي، امسح بقى العك ده كله واقول لكم السؤال بيجي ازاي. سي مثلا يجيب لك ستراند كده 5 to 3، ويجيب لك ايه، يجيب لك مثلا ادينين جوانين ثيامين سيتوزين، ماشي، ادينين ثيامين، ويقول لك قول لي الستراند اللي قدامها، الستراند اللي هتتعمل قدامها هتتعمل ازاي. اولا يا شباب، الستراند اللي بتعمل قدامها بتبقى انتي بارلل ليها. يعني ايه؟ يعني دي بدأ من 5 to 3 اعكس، هتبقى دي 3 و 5، لازم تعكس. بس مش الشكل بتاعنا كده، الستراند دي بادئه من 5، خلاص من 5 منتهي عند ايه؟ عند 3. فالستراند الثانيه تبقى عكسها 3 to 5، يبقى دي اول حاجه. وتقعد بقى تشوف لي كل واحد قدامه ايه. يعني مثلا الادينين، الكلام ده خلينا في ثانويه عامه على فكره، الاي قدامها التي صح، الاي قدامها التي، الجي قدامها السي، التي قدامها الاي، السي قدامها الجي، الاي قدامها التي، والتي قدامها الاي، خلاص. طيب افرض بقى ده لو هو دي ان اي، ممكن يقول لك طب ده ستراند ار ان اي، وبدلت لك التي دي خليتها هنا اي وخليتها لك هنا اي برضو، هتيجي عند قدام الاي هتمسك بيوراسيل، قدام الاي بدل الثيامين يوراسيل، الاي قدامها ايه يوراسيل. بس ده الاختلاف. في معلومه تانية برضو، لو هنتكلم بقى على واتسون وكريك موديل ده كده بالتفاصيل شويه. اول حاجه واهم صفه ان زي ما قلت لك هو بيبقى دبل هيليكس الاثنين، والاثنين لفين على بعض. اللفه بتبقى ناحيه اليمين، يعني مع اتجاه الساعه، يعني لفه كده تمام. بعدين هتلاقيه عامل لك جدول بيقول لك ان انا عندي ثلاث انواع من الدي ان اي، حاجه اسمها البي دي ان اي، وحاجه اسمها الاي دي ان اي، وحاجه اسمها الزد دي ان اي. هقول لك بصوا دلوقتي، الزد دي ان اي ده الوحيد اللي لافف شمال، ده بيبقى موجود فين؟ في حتت معينه في الكروموزوم، لكن الاغلب بيبقى بي دوت اللي هو البي دي ان اي، اللي هو الشكل الكومن قوي عندنا اسمه بي دي ان اي تمام. بيبقى اللفه ناحيه اليمين. طب اللفه كل لفه فيهم فيها حوالي كام نيوكليوتايد؟ قال لك فيها حوالي 10.5 تقريبا، 10.5 تقريبا. اوكي، الاي دي ان اي هو لف ناحيه اليمين برضو، بس هتلاقي بدل 10.5 11، فحته بصراحه فزلكه ملهاش اي لازمه، اعرفها برضو اعرفها، بس يعني هي ما فيهاش شرح وملهاش لازمه يعني تمام. هو بس اللي انا عايزك تعرفه ان انا الكومن عندي هو البي دي ان اي بيبقى رايت هاندد، يعني لافف ناحيه اليمين،
كل لفه فيها حوالي كام نيوكليوتايد؟ تقريبا حوالي 10.5. يعني ايه 10.5؟ يعني في واحد مقسوم 2؟ لا، هو مثلا تقريبا عدد اللفات، مش فاكره يعني، لفات مثلا عدد معين وعدد النيوكليوتايد فيها كلها عدد معين، لما قسمتهم على بعض طلع 10.5. قال لك بس الاي في واحد نوع اسمه الاي دي ان اي، الاي دوت لافف ناحيه ايه؟ اليمين، بس فيه 11 نيوكليوتايد، والزد لافف ناحيه الشمال. خلاص اعرف. المهم، طيب الكلام المهم بقى، زي ما قلنا اهم حاجه ان هو انتي بارلل، يعني واحد جاي ناحيه اليمين واحد جاي ناحيه الشمال. طيب حاجه كمان برضو بيقول لك، دلوقتي عندنا الباك بون بتاعتنا، الباك بون اللي هي هنا، اللي هو خطوات السلم يا شباب، اللي هو السلم نفسه. الباك بون دي كانت معموله من ايه؟ من الشوجر ومن الفوسفيت، صح؟ حلو. مش احنا اتفقنا ان الشوجر والفوسفيت ده الجزء ده كده، الجزء الفوسفيت يعني بيبقى هيدروفيلك، بيحب الميه، صح؟ فقال لك ان الباك بون دوت كله على بعضه كده، الستراندز نفسها، الحتت دي هيدروفيلك، بتحب الميه جدا، تمام؟ ليه؟ لان فيها فوسفيت واخرها فيها او اتش، مش احنا قلنا كده وكده وكده وهكذا لحد اخر واحده بيبقى فيها او اتش عند كربون رقم 3، فهي بتحب الميه، ده الباك بون. طب واللي في النص؟ قال لك اللي في النص دي اللي هي النيتروجين بيز، النيتروجين بيز دي رينج اصلا، خلي بالك دي رينج، تمام؟ فالرينج دي بتكره الميه، يبقى هي هيدروفوبيك. فانا اقول عليه ايه؟ بقول ان هو في جزء منه هيدروفيلك وجزء هيدروفوبيك. الجزء الباك بون بتاعي اللي هو الفوسفيت مع الشوجر ده جزء بيحب الميه عشان فيها فوسفيت وفيها او اتش، تمام؟ النيتروجينس بيز ده كلها رينج، رينجات ماسكه مع بعض، يبقى بيكره الميه، يبقى جزء ايه؟ هيدروفوبيك. يبقى الجزء الهيدروفوبيك بيبقى جوه والجزء الهيدروفيلك بيبقى بره. خلاص. طيب ايه كمان؟ بيقول لك ان اللفه دي ايه اللي بيعمل استابلايزيشن لللفه دي بالشكل ده كده، او استنوا قبل ما نقول استابلايزيشن، اللي بيعمل استابلايزيشن ماشي لللفه دي كده ايه؟ ثلاث حاجات. اول حاجه طبعا وجود الهيدروجين بوند اللي جوه، اوكي. تاني حاجه ان احنا اتفقنا ان النيتروجين بيس دي، يبقى اول حاجه الهيدروجين بوند، يعني نقول الفاكتورز اللي بتعمل استابلايزيشن. خلاص انت عرفت لي ان هو كل لفه فيها حوالي 10.5 نيوكليوتايد وهما رايت هاندد. خلاص. دلوقتي بقى احنا بنقول ايه الفاكتورز اللي بتأفكت الاستابلايزيشن؟ ايه الفاكتورز بتأثر على الاستابلايزيشن؟ اول حاجه الهيدروجين بونز اللي في النص، تمام. تاني حاجه قلنا النيتروجين بيزز دي اصلا ايه؟ هيدروفوبيك. فبيبقى في حاجه اسمها، لو تفتكروا اول فيديو خالص قلنا في حاجه اسمها هيدروفوبيك انتر اكشن، القوه اللي بتحصل ما بين الهيدروفوبيك ايه؟ امينو اسيدز والهيدروفوبيك، هيدروفوبيك انتر اكشن اللي بتحصل ما بين حاجات الهيدروفوبيك وبعض، ما دي حاجه ثانيه، تمام. طيب الحاجه الثالثه حاجه اسمها الستوكينج. يعني ايه ستوكينج؟ ستوكينج يعني تلزيق. يقول لك ان النيتروجينس بيز جنب بعض، التلزيق اللي بينهم ده بالمنظر ده كده، ان هما جنب بعض ولازقين في بعض كده، ده كوني برضو فورس ثيرد. خلاص. فكل الحاجات دي ساعدت على ان الشكل بتاعي يبقى دبل هيليكس بالمنظر ده. ايه هما الثلاث حاجات؟ الهيدروجين بوند اللي هي ما بين النيتروجين بيز، الهيدروفوبيك انتر اكشن ما بين النيتروجين بيز، والستوكينج بتاع النيتروجينس بيز، ان هما جنب بعض. طيب في برضو حاجه ثالثه، بيقول لك في الاستراكشر اللي قدامنا ده بيبقى فيه تو جروفز. الجروف دوت بصوا كده، في جروف صغير، جروف ده يعني جروف زي حفره كده، ففي حفره صغيره وفي حفره كبيره، سموا الحفره الصغيره دي ماينور جروف. ماينور يعني ايه؟ ماينور يعني صغير، والحفره الكبيره سموها ميجر جروف. طب ايه لازمه الماينور والميجر جروف دول؟ اللي بيمسك فيهم البروتينز اللي هيخليه يعملوا بعد كده التيرشري ستراكشر بتاعه. بس يبقى انا عايزاك تعرف ايه في الواتسون اند كريك. عرفنا اصلا يعني ايه واتسون اند كريك؟ ده موديل اتعمل للدبل هيليكس دي ان ايه، بعد ما عرفنا ان دايما الادينين بيمسك مع الثيامين والجوانين بيمسك مع السيتوزين بدبل ايه او تريبل بوند. تقول لي انا ممكن اتلخبط مين بيمسك مع مين؟ طيب بصوا، انا هقول لكم كنت بتحفظوا ازاي وانا ايام ثانوي. المستر كان بيدينا كان اسمه احمد طه، فاحمد اولها ايه وطه اولها تي، فاحمد وطه ماسكين مع بعض، والباقي اللي هو سي وجي ماسكين مع بعض. طب هتقولي طب بدبل ولا تريبل؟ احمد طه ده اسمين، يبقى دبل بوند.
سي او جي تريبل او، بس انا كنت محفظه كده الصراحه. اوكي، فالايه ماسكه مع تي، وسي ماسكه مع سي ماسكه مع جي. بعد ما عرفنا ماسكين مع بعض ازاي، عملنا موديل بقى للدبل هيليكس دي ان ايه. وعرفت لك ان الدي ان ايه دوت الدبل هيليكس عباره عن ايه، ان الباك بون بتاعه السلم بتاعي عباره عن الباك بون بتاعنا الفوسفيت، ومعاها الشوجر ديوكسي رايبو نيوكليز شوجر او ديوكسي رايبو نيوكليتايد، وجميها الفوسفيت. طيب، والجزء ده كهد هيدروفيلك عشان فيه الفوسفيت جروب بتحب الماي. والدرجات بتاعه السلم في النص عباره عن نيتروجين سبيس، وهي ماسكه مع بعض، اللي بيخلي الشكل يحافظ على الشكل بالمنظر ده. تقولي طب ما هو لافف، لافف بقى كمان عشان السلم ده كده، في بقى ايه هنا، في قلنا فوسفيت وبتاع، دول بقى ماسكين مع بعض كده بهالجن بوند برضو، فخلى الشكل بتاعك لافف شويه. تمام، يعني خلى ايه ده الشكل الهيليكس ده اللي احنا بنقول عليه، عشان بقى في هالجن بوند ما بين الباك بون وبعض. خلاص، طيب ايه اللي بيحافظ على الشكل؟ الهالجن بوند والستوكينج بتاع النيتروجينس بيز، ان هم لازقين في بعض، والهيدروفوبيك انتراكشن. طيب بعد كده في ايه تاني يا شباب؟ قلت لك ماشي، قلنا ان هو بيبقى انتي بارلل. انتي بارلل يعني ايه؟ واحد ماشي من 5 ل 3 تلاقي التاني عكسه من 3 ل 5، دايما بيبقوا عكس بعض عشان تقدر تمسكهم مع بعض. كمان قلنا بصوا، هو في حاجه كده مكتوبه بيقول لك ان النيتروجينس بيز دي بيربنديكولر للاكسس بتاع الهيليكس، يعني النيتروجينس بيز دي ماسكه كده والاكسس بتاع الهيليكس كده، فدول بيربنديكولر عليه. خلاص، ايه كمان فاضل؟ اخر حاجه بس الديناتوريشن. لو انا عايزه اكسر الشكل ده، يعني عايزه اخليه بدل ما هو دبل ستراندد كده ارجعه سنجل ستراند، عايز اخلي كل ستراند لوحدها. قال لك عندك طريقتين للديناتوريشن، طريقتين نكسر بيه الدبل بوند دي. ايه هما الطريقتين؟ ديناتوريشن، ديناتوريشن يعني تكسر، تكسر لي الشكل ده. عندك بالبي اتش تغير البي اتش وتغير درجه الحراره، تعالي درجه الحراره. بيقول لك لو غيرت لي البي اتش ايه اللي هيحصل؟ النيتروجينس بيز اللي هي ماسكه مع بعض دي هيبقى عليهم ايونز، الايونز دي هتخلي الهيدروفوبيك انتراكشن يعني يكسر. مش الهيدروجين بوند دي بتبقى ماسكه حاجه هاي الكترونيجاتيفيتي ولو الكترونيجاتيفيتي، هيدروجين واكسجين. انا بقى لو غيرت البي اتش اخلي دي عليها نيجاتيف تشارج ودي عليها بوزيتيف تشارج او العكس، المهم ان هما هيبعدوا عن بعض. البي اتش لما تتغير هتخليه ايونايزد، وايونايزد دي يعني ممكن يدوب في الميه، وبالتالي هيفقد القوه اللي ممسكاهم ببعض. ده البي اتش. درجه الحراره لو عليت، قال لك لو انت عليت درجه الحراره جدا التو ستراندز دول هينفصلوا عن بعض، الهيدروجين بوند هتتكسر بالحراره. خلي بالك، انت اتفقت معايا من شويه ان الادينين ماسك مع الثيامين بدبل بوند، والسيتوزين ماسك مع الجوانين بايه؟ بتريبل. تفتكر مين هياخد حراره اكتر عشان يتكسر، او مين ستيبل اكتر، ده ولا ده؟ اكيد اللي فيه 3 بوند. يبقى اللي فيه 3 بوند ده اللي هو ده السيتوزين مع الجوانين فيهم حراره اكتر، سوري هما مور ستيبل عشان فيهم 3 بوند مش 2، وبالتالي يحتاجوا حراره اعلى عشان اقدر اكسر البوندز دي. لكن الادينين والثيامين هما ماسكين بدبل بوند بس، مش محتاجين حراره عاليه ولا حاجه. خلاص، دي حته الديناتوريشن. يبقى انا بكسرها بالبي اتش والتمبريتشر، والتمبريتشر بعليها اكتر في حاله لو سيتوزين وجوانين عشان دي فيهم 3 بوند محتاجه حراره اعلى. خلاص، دلوقتي بقى الريناتوريشن، بقى في حاجه اسمها ريناتوريشن. الديناتوريشن انا هكسر، طيب الريناتوريشن انا هعيد بناء الايه؟ همسكهم تاني مع بعض بالانزيمز بقى والحاجات دي. خلاص، طيب في برضو حاجه بيقول لك ايه اخر حاجه، اللي هي الاشكال بتاعه الدي ان ايه. زي ما قلت لك في عندك 3 اشكال، قلتهم بسرعه كده، بي دي ان ايه اللي هو الشكل بتاعي الطبيعي، وفي واحد اسمه الاي دي ان ايه، وفي واحد اسمه الزد دي ان ايه. ايه الفرق؟ ان البي دي ان ايه هو اللي احنا بنشرحه دوت، اولا هو رايت هاندد، اللفه بتاعته يمين. خلاص، وكل لفه فيها حوالي 10.5 نيوكليوتايد. الاي دي ان ايه برده رايت هاندد، خلاص، بس اللفه بتاعته فيها حوالي 11 نيوكليوتايد. الزد بقى ده اصلا ليفت هاندد ناحيه الشمال، وتقريبا برده حوالي 10.5 او 11. خلاص، مش فاكره فيه كام لفه، تقريبا 11 12 فرنش ده يعني، او 10.5 انا مش فاكره قوي. المهم ده يمين وده والتانيين دول شمال.
سوري ده شمال، واتنين تانيين دول يمين. ايه تاني؟ في بقى كان كلمتين كده في الاول بس مرضتش اقولهم، يعني اللي هو دي ان ايه دوت موجود جوه الكروموزومز، والكروموزومز دي موجوده جوه النيوكليوس، ودي اللي بتخليك تعرف الجينات وبتخليك شايل جينات من الاب وشايل جينات من الام. كلام عبيط يعني، هما سطرين كده في الاول بيقولوا مفيش اي حاجه يعني. فاضل ايه؟ فاضل التيرشري ستراكشر، وده مهم جدا، التيرشري ستراكشر بتاع الدي ان ايه. طيب كده احنا خلصنا ايه؟ خلصنا البرايمري ستراكشر، خلصنا السكندري ستراكشر، ندخل بقى على التيرشري ستراكشر. التيرشري ستراكشر قبل ما ندخل فيه تعالوا كده افتكر ايه معاك حاجه. بص، الخلايا بتاعتنا ادي السيل بتاعت البني ادم جواها النيوكليوس. حلو، النيوكليوس دي بيبقى جواها الكروموزومز. الكروموزومز دي عباره عن ايه بالعربي كده؟ الكروموزومات، اللي هي شايله الدي ان ايه جواها. حلو، طيب احنا كبني ادمين عندنا كام كروموزوم؟ قال لك الكروموزومز عندنا بتبقى واقفه امبير. يعني ايه امبير؟ يعني بيبقوا ده شكل الكروموزوم، تمام، بيبقوا واقفين اتنينات كده، بيبقوا ان كابلز كده مع بعض، اوكي، جوه الخلايا. طيب انا عندي كام كروموزوم؟ قال لك عندك 23 بير، يعني لو ضربت 23 في 2 يعني حوالي 46 كروموزوم، تمام. يبقى الكروموزومز دي هي اللي شايله الدي ان ايه جوه السيلز بتاعتي. عددها قد ايه؟ عددها 23 بير. 23 بير، مش 23 بس، 23 بير يعني 23 جوز. يعني لو انت ضربت في 2 عشان تعرف عدد كل واحد هتلاقيهم كلهم 46 كروموزوم. طيب بيقول لك الكروموزوم ده بقى شكله، المنظر ده عباره عن ايه؟ الكروموزوم ده انا عايزاك هنا تفرق لي ما بين كروموزوم، ماشي، والكروماتيد والكروماتين. عايزاك تفرق لي بين الثلاث كلمات دول. هقول لك يعني ايه كروموزوم، فهمناه، اللي هو بتاعتين كده ماسكين مع بعض ودول اللي فيهم الايه؟ الدي ان ايه. الكروموزوم ده بقى لو بصيت كده على شكله، اه طبعا انا فاشله جدا في الرسم الى اقصى درجه ممكن تتخيلوها يعني، بس هحاول ان انا بس ايه عايزه ارسم لكم الكروموزوم ده. طيب بصوا كده، الكروموزوم الواحد ده معمول من ايه؟ قال لك الكروموزوم ده عباره عن اتنين كروماتيد، دي اسمها كروماتيد لوحدها ودي كروماتيد لوحدها. اتنين كروماتيد دي كده على بعض كروماتيد يا شباب، ودي على بعض كروماتيد. الاتنين كروماتيد دول ماسكين مع بعض في النص بحاجه اسمها السنترومير. يبقى الكروماتيد ده اللي هو ده كده لوحده عباره، ده اسمه لوحده كده ايه؟ كروماتيد. لو مسكت واحد تاني معاه يبقوا اتنين كروماتيد. الاتنين كروماتيد دول، ده كروماتيد، الاتنين دول ماسكين مع بعض في النص بحاجه اسمها سنترومير، ولما بيمسكوا مع بعض بالمنظر ده بيعملوا لي كروموزوم. يبقى الكروموزوم ده معمول من ايه؟ معمول من اتنين كروماتيد. خلاص، يبقى انت عرفت لي الكروموزوم ده اللي هو الاب الكبير، اوكي. الاب الكبير دوت شايل جواه ايه؟ عباره عن مكون من ايه؟ مكون من اتنين كروماتيد، والكروماتيد دول ماسكين مع بعض بالسنترومير. الكروماتيد ده بقى هو اصلا كان كروماتين، بس اثناء السيل ديفيجن قعد يضغط في نفسه ويضغط في نفسه لحد ما بقى المنظر ده. طيب انا اصلي كان ايه؟ كروماتين. هو ده بقى اللي انا عايزاه، هو ده التيرشري ستراكشر بتاع الدي ان ايه اللي هو الكروماتين ده. ده اللي احنا عايزين نتكلم عنه اللي هو الكروماتين. بس عشان اتكلم عنه كنت لازم تعرف ان في حاجه اسمها كروموزوم وفي حاجه اسمها كروماتين. الكروموزوم ده اللي هو بيبقى موجود اثناء السيل ديفيجن، اللي هو اصلا جوه الخليه. عندي كام كروموزوم؟ 23 بير. كل كروموزوم فيهم معمول من اتنين كروماتيد ماسكين مع بعض في النص بسنترومير. الاتنين كروماتيد، كل كروماتيد فيهم كانت اصلا كروماتين، بس حصل لها باكينج وقعدت تدخل في بعض كده وتربط مع بعض وبتاع لحد ما كونت الكروماتيد. تعالوا بقى نتكلم على الكروماتين ده، اوكي، ده الاساس بتاعنا بقى دلوقتي. الكروماتين ده هو اصلا التيرشري ستراكشر بتاع الدي ان ايه، وهركز وركز معايا قوي عشان في ناس طلبته مني يعني بالذات يعني. هو سهل جدا على فكره، انتوا لو فهمتوا السيكونس بتاعه وترتيبه هتلاقي الدنيا سهله جدا. طيب ادي الكروماتين اللي احنا بنتكلم عنه. بصوا يا شباب، الكروماتين ده عباره عن ايه؟ عباره عن حاجتين، خلاص، عباره عن الدي ان ايه بتاعنا، وعباره عن البروتينز، بعض البروتينز، خلاص. طب الدي ان ايه احنا عارفين شكله ان هو دبل ستراند دي ان ايه، واتكلمنا عنه باستفاضه بتاع واتسون اند كريك وخلاص خلصنا. تعالي بس على البروتينز دي، هي اللي تهمني. طيب البروتينز دي بقى في منها نوعين، خلاص، في نوع اسمه الهيستون، هيستونز،
وحاجة اسمها النون هيستون. بص سيبك من النون هيستون دلوقتي خالص، ما تهمنيش دلوقتي خالص، خلينا في الهيستون دي عشان هي المهمة. عارفين يبقى احنا هنتكلم دلوقتي على الهيستونز بالتحديد. امسح بس عشان تشوفوا الكلام، عشان مهم جدا ان انتوا تبقوا متابعين معايا. اقول لكم على حاجه تسهل لكم الهيستونز دي. عارفين الناس اللي بتحب البنات بالذات، يعني الكلام ده البنات اكتر، البنات اللي بتحب تلعب بالكروشيه والخيط والحاجات دي، الخيط بيجي لك عباره عن ايه؟ كوره كبيره كده، والكوره دي عباره عن خيوط كده ماسكه في بعض، صح؟ حلو. انا هعتبر الكوره دي من غير الخيط، يعني هعتبر ان في مثلا كوره، عارفين الكوره وانت لفيت عليها خيط، اوكي؟ هعتبر الكوره دي هي دي الهيستونز، خلاص؟ طيب الكوره دي بيقول لك الهيستونز عندنا دي عباره عن بروتين. البروتين ده وظيفته ايه؟ هيلف حوالي الدي ان ايه. الدي ان ايه طويل جدا، الدي ان ايه حوالي 2 متر، فانا ال 2 متر دي عايزه اصغرها بحيث ان انا اقدر ادخلها جوه النيوكليس الصغيره، خلاص؟ فانت عشان تصغرها لازم تقعد تلفها. طب هلفها على ايه؟ هتلفها على كوره. الكره دي هي دي الهيستون. الكره دي بقى مكونه من ايه؟ بيسموها اكتومر. اكتومر ليه؟ اكتو يعني 8. اصل هي معموله من 8 سابيونت، 8 وحدات صغيرين كده. عارفين ال 8 وحدات دول عباره عن ايه؟ قال لك اصل الهيستونز دول اصلا عباره عن اربع او خمس، يعني اربع انواع من الهيستون. كام نوع يا شباب؟ اربع. ايه هم الاربع انواع بتوع الهيستون؟ عندك حاجه اسمها H1 ده نوع، وعندنا H2، وال H2 ده فيه منه اتنين، H2A و H2B، وعندنا ال H3. كام نوع كده؟ عندي اربع انواع من الهيستون. كل نوع وفي تقريبا H4 كمان. كل نوع من دول بيبقى عباره عن اتنين سابيونت، اتنين 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 اتنين. اتنين في اربعه بكام؟ بتمانيه. يبقى الهيستون اللي هي الكوره اللي انا هلف حواليها الخيط بتاع الدي ان ايه دوت، معمول من تمن وحدات، اوكي؟ كل وحدتين عباره عن نوع من البروتين، H1 H2 H2A و H2B و H3 و H4. سوري انا هبدا معلش. يبقى دول اللي هيلف حواليهم البروتين، حواليهم الدي ان ايه اللي هم H2 و A و 2B و 3 و 4. طيب بيقول لك ايه بقى اللي بيحصل؟ ركز بقى قوي. بيقول لك انه ادي الكوره بتاعتنا اللي هي الهيستون، وادي الدي ان ايه اللي بيبقى لافف حوالين الهيستون ده. يبقى مثلا استنوا كده، وادي مثلا الدي ان ايه لافف كده، وادي هيستونيه تانيه والدي ان ايه لافف كده، خلاص؟ ركز معايا كويس، تمام؟ شايفين المنظر اللي انا رسمته ده؟ مش شايفينه؟ طيب هرسمه فوق عشان تتخيلوه برضه. بصوا المنظر ده لازم يثبت دماغك، لازم، تمام؟ شايفين المنظر ده احنا رسمينه ده؟ تمام. طيب بصوا بقى معايا كده، احنا اخر حاجه وصلنا لها كانت الهيستونز دي. الهيستون دي احنا اتفقنا ادي ده. بصوا زي ما انا قلت لكم من شويه ان الهيستونز دي عباره عن بروتينز اللي بيلف حواليها الدي ان ايه، خلاص؟ طيب الهيستونز دي في منها كام نوع؟ في منها حوالي اربع انواع، H1 و H2 و H3 و H4، بس H2 ده متفرع لاثنين، 2A و 2B، خلاص؟ طيب انا لما بجيب يجيب بروتين كده عشان الف حواليه الدي ان ايه، بيبقى معمول من 8 سابيونت. مين هم الثمانيه؟ H2 و 2A و 2B و 3 و 4، كل واحد فيهم 2 سابيونت. طب H1، H1 ده بيقول لك ان هو لينكر. لينكر يعني ايه؟ بيوصل. هقول لك بيوصل مين بمين. بصوا لما الدي ان ايه بيلف على واحده كده من النيوكليزون بالمنظر ده، واحده من الهيستون بالمنظر ده، بيعمل الشكل ده اللي هو بيبقى فيه كوره، اوكي، ولافف حواليها الدي ان ايه. الكوره دي بيسموها نيوكليوزوم، بيسموها نيوكليوزوم. النيوكليوزوم دي عباره عن ايه؟ عباره عن الهيستون اللي هو البروتين وحواليها الدي ان ايه. طيب الدي ان ايه اللي لافف حوالين نيوكليوزوم واحده ده اصلا ايه اللي يخلي الدي ان ايه ثابت على الكره دي؟ طب ما هو ممكن يفك. قال لك لا، ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الهيستون دي، خلق الهيستون دي معموله من اتنين امينو اسيد، ما هو بروتين، اتنين امينو اسيد اللي هم البيزك. مين هم؟ فاكرين الجعانين واللايسين؟ الارجينين واللايسين، جعانين واللايسين.
الجعانين واللايسين دول كان عليهم بوزيتيف تشارج صح، والدي ان ايه عليه فوسفيت والفوسفيت عليه نيجاتيف تشارج. لما الدي ان ايه يا شباب يبقى عليه نيجاتيف تشارج والهيستون نفسه عليه بوزيتيف مش هيحصل اتراكشن فورس، هيشدوا بعض، فده هيخلي الدي ان ايه مربوط حوالين الهيستون مش هيسيبه. يبقى الحته دي تاني، فدلوقتي بقول الدي ان ايه هيلف حوالين الهيستون صح ولا غلط؟ تمام. ايه اللي يخلي الدي ان ايه ثابت على الهيستون ما يفكش منه بكل بقى؟ لانه زي خيط ماسك على كوره، طب ما ممكن يفك. قال لك لان ربنا لما خلق الهيستونز دي خلقها بارجينين ولايسين، يعني بيزك امينو اسيد عليهم بوزيتيف تشارج، والدي ان ايه اصلا كان عليه نيجاتيف تشارج عشان هو فوسفيت، بوزيتيف ونيجاتيف هيشدوا بعض خلاص. طيب الحاجه الثانيه بقى، قلت لك لما تلاقي كده كوره معموله من هيستون، طبعا مش هيستونز دي يعني واحده، لا من 8 سبيونت من الهيستون لافف حواليها الدي ان ايه، الكوره دي انا بسميها نيوكليوزوم خلاص. طيب بيقول لك برده معلومه، طب انا عندي هنا كام بيس بير، يعني ايه كام بيس بير؟ البيس بير اللي هو النيتروجين بيزز اللي ماسكين مع بعض. كام بيس بير؟ بيقول لك النيوكليوزوم الواحده فيها تقريبا كام، حوالي 150 بيس بير، يعني في حوالي 150 نيتروجين سبيس اللي ماسكين مع بعض ماشي. رقم اعرفه مش ممكن يجي امسكه. المهم بقى يبقى ده نيوكليوزوم. لو انا بقى النيوكليوزوم ده ودي نيوكليوزوم تانية اهي هيستون خلاص، ولافف حواليها دي ان ايه اهو، اللينك ما بينهم هما الاثنين بتبقى هيستون رقم واحد اللي هو اتش 1، بيبقى لافف حواليها دي ان ايه برضو بس بعدد اقل شويه. بيقولك البيس بير بتبقى حوالي 20 مثلا، 30 40 هي لحد 200 بس يعني اقل شويه خلاص. عشان كده هو هتلاقي كاتب لك كده ان الاتش 1 دوت بيعتبر لينكر ما بين النيوكليزومز. يعني ايه لينكر؟ يعني بيوصل نيوكليزوم بنيوكليزوم تاني. فالاتش 1 انا مش بعتبره نيوكليزوم، يعني لو الاتش 1 لافف حواليه شويه دي ان ايه كده، لا ده دي واصله ان هو بس يوصل الخيوط مع بعض. عارفين زي ايه؟ العقد اللولي. العقد اللولي ده بيبقى عباره عن كور بيضه بيضه بيضه، ده النيوكليزوم، والخيط اللي بين العقد دي هو ده الاتش 1، متفقين؟ اللي هو بيوصل العقد اللولي ببعض. بس نرجع لموضوعنا، قال لك طب لو انا عندي كذا نيوكليزوم جنب بعض حوالي يعني 6 او اكتر، ساعتها لو هو مور ذان 6، لو اكتر من 6 نيوكليزوم يا شباب كلام مش باين صح؟ طيب لو النيوكليزومز عندي اكتر من 6 نيوكليزوم ماسكين مع بعض كده، بقول بقى عليه كروماتين. ساعتها نقول كلمة كروماتين بقى خلاص. يبقى لو عندي اكتر من نيوكليزوم، اكتر من 6 نيوكليزوم ماسكين مع بعض، ساعتها بطلق عليه رقب ايه؟ ساعتها يا شباب بطلق عليه رقب الكروماتين. اوكي الكروماتين ده بقى بيبقى كده بالمنظر ده. ساعة السيل ديفيجن الكروماتين ده بيقعد يتربط اكتر يتربط اكتر في بعض في بعض في بعض لحد ما ايه يكون الكروماتيد، والكروماتيد مع كروماتيد يمسكوا يعملوا كروموزوم. بس يبقى التيرشر ستراكشر اعرف عنه ايه عشان تبقى فاهم؟ تعرف ان التيرشر ستراكشر ده عباره عن الدي ان ايه ومعاه البروتينز. البروتينز دي يا اما هيستون يا اما نون هيستون، انا عايزه الهيستون. الهيستون دي عباره عن بروتين، البروتين ده معمول من بيزك امينو اسيدز اللي هي ارجينين ولايسين، فهي عليها بوزيتيف تشارج، والدي ان ايه عليه نيجاتيف تشارج، فيخليهم يلفوا حوالين بعض ويحصل بينهم الايه الاتراكشن فورس اللي بتحصل. تمام. طيب لما دول يمسكوا مع بعض، لما الدي ان ايه بيلف حوالين الهيستون، الهيستون ده معمول من كام سابيونت؟ 8، 8 من اربع انواع، يعني كل نوع فيه 2 سابيونت، فكله كده كتله على بعض بيبقوا 8 سابيونت، اتش 2 و اي و2 بي و3 و4، في اتش 1 ده لينكر خلاص واصله ما بينهم، يعني زي عقد اللولي اللي احنا اتفقنا عليه. فبيقول لك ان انت عندك لما النيوكليزومز دي 6 او اكتر نيوكليزوم يتحدوا مع بعض يعملوا كروماتين. الكروماتين ده بقى لما تيجي اثناء السيل ديفيجن بتبقى عايز تضغطه اكتر، فبيعمل الكروماتيد، والكروماتيد دول يمسكوا مع بعض يعملوا الكروموزوم. مفيش اي حاجه تانية خالص. بس هو بيقول لك معلومه، يعني ان الكروماتين دوت كانك انت جبت الدي ان ايه دوت وربطته 8000 مره، يعني الدي ان ايه دوت يعني الكروماتين اصغر من طول الدي ان ايه 8000 مره. طيب ايه كمان عندنا بقى؟ بس ده كده الجزء بتاع التيشر ستراكشر. يبقى معلش كده تركز معايا بقى، سيبك من الصبور ركز معايا دلوقتي. انا عندي برايمري ستراكشر للدي ان ايه، وعندي سكندري، وعندي التيرشري. البرايمري اللي هو النيوكليوتيدز ماسكين مع بعض
بفوسفو داي استر بوند اللي هي الفوسفيد ما بين رقم 5 رابطه ما بين 5 بتاع نيوكليوتايد و3 بتاع نيوكليوتايد تاني. بفاسكا ب2 استر بوند، ادي هنا الفوسفيد كوي ده الفوسفيد خلاص، وادي ايدي دي استر بوند بفوق وايدي التانية استر بوند بتاعت، تمام؟ فسموها فوسفو داي استر بوند خلاص، ماسكه من 5 و3. ده البرايمري ستراكشر. السكندري ستراكشر اللي هو واتسون اند كريك، جه قال لك واحد عالم قال لك يا جماعه احنا شايفين ان الادينين دايما بيبقى ماسك مع الثيامين بدبل بوند دبل هيدروجين بوند، والسيتوزين بيبقى ماسك مع البراسيل بتريبل بوند. فجه واتسون وكريك عملوا موديل بتاع الدي ان ايه اللي هو ده كان دبل ستراند دي ان ايه، انا براجع على فكره خلاص، اللي هو دبل ستراند دي ان ايه. الدبل ستراند ده معمول من باك بون اللي هو السل اللي هو الحيطه يعني اللي هو ماسك السلم والستبس اللي انت هتطلع عليها. الحيطه اللي ماسكه السلم اللي هو الباك بون بتاعي عباره عن ايه؟ عباره عن الشوجر والفوسفيت، شوجر وفوسفيت شوجر وفوسفيت. واللي في النص الستبس دي عباره عن ايه؟ عباره عن النيتروجين بيزز ماسكين مع بعض، ماسكين مع بعض بهيدروجين بوند. قال لك طيب دلوقتي ايه البوندس او ايه القوه اللي بتخلي الشكل ده ستيبل؟ الهيدروجين بوند والهيدروفوبيك بوند اللي هي ما بين النيتروجين بيز وحاجه اسمها ايه اللي هو ان هما لازقين في بعض الستاكينج، ان هما ماسكين مع بعض او لازقين مع بعض. طيب ايه كمان؟ ويقول لك بقى ان هما الشكل دوت لازم يبقوا انتي بارلل، ولازم يبقى ليه تو جروفز الميجر والماينر جروف اللي ماسك فيها البروتينز. البروتينز دول يا هيستون يا نون هيستون. دخلنا بقى دلوقتي على التيرشري ستراكشر. التيرشري ده اللي هو ايه؟ ان انا جبت الهيستون ده وربطت حواليه الدي ان ايه، اوكي، فسموه نيوكليزوم، وبقى الوصله ما بين النيوكليزومز وبعض دي اتش 1 اللي هو اللينكر. لو عملت اكتر من 6 نيوكليزوم يبقى انا كده كونت كروماتين. كروماتين ده اثناء السيل ديفيجن يقعد يدخل في بعضه اكتر واكتر فيعمل لك الكروماتين. كروماتين يعمل كروموزوم، اوكي، مفيش حاجه تانية هنا. في بس بقى كلمتين كده في الاخر يقول لك ايه الفرق بين كلمه جينوم وكلمه جين، اوكي. طيب الفرق ايه؟ ايه الفرق ما بين جينوم وجين؟ جينوم هو عبارة عن التوتال اماونت اوف دي ان ايه، التوتال اماونت بتاعت الدي ان ايه، تمام، الموجودة في الايه؟ في الكروموزومز، اللي هي تقريبا كده بتبقى شايلة حوالي 30,000 جين خلاص. ده كده يا شباب معنى كلمة ايه؟ ده كده معنى كلمة جينوم. يبقى الجينوم ده عبارة عن ايه؟ يبقى الجينوم ده عبارة عن التوتال اماونت بتاع الكروموزومز، التوتال اماونت بتاع الدي ان ايه اللي في الكروموزوم اللي تقريبا شايل حوالي 30,000 جين. طب الجين ده بقى عبارة عن ايه؟ الجين ده عبارة عن سيجمنت حتة كده في الدي ان ايه، سيجمنت في الدي ان ايه. السيجمنت دوت هو اللي بيخليك تعمل ايه؟ مش كمان مش سيجمنت من الدي ان ايه، السيجمنت دوت بيخليك تعمل البولي بيبتايد اللي هو البروتين زي ما هناخد قدام شويه في ترانسكريبشن وترانسليشن خلاص. فالجين دوت لو بصيت كده، لو انا رسمت لك، لو انا رسمت لك مثلا دبل ستراند الدي ان ايه كده، الحته دي ماشي، دي اسمها جين، حته كده في الدي ان ايه، الحته دي بتكودنج بعد كده ان انت تعمل لي مسنجر ار ان ايه وتعمل لي بروتين وكده، اوكي، دي اسمها جين. لكن التوتال دي ان ايه، كميه دي ان ايه اللي موجوده في الكروموزومز كلها دي بيسموها جينوم، هيومن جينوم خلاص، لو انا بتكلم على بني ادم يعني. طيب كده احنا خلصنا الدي ان ايه ستراكشر ماشي. عايزاك تعرف عنه اول حاجه النيوكليوتايد دي عباره عن ايه، الشوجر والفوسفيت والنيتروجين سبيس، ومعلومات بتاعت كل حاجة. ده بنتوس شوجر رايبوز والدي اوكسي رايبوز، النيتروجينوس بيز بيورين وبايراميدين. البيورين دي 2 رينج والبايراميدين رينج واحدة. البيورين اللي هم اولويز جلو اللي هم الادينين والجوانين، والبايراميدين السيتوزين والثيامين، اوكي. ده لو انا دي ان اي، لو ار ان اي بدل الثيامين في يوراسيل. الفوسفيت جروب اللي هي ماسكة مع كربون رقم 5 دي الشكل بتاعنا. بعد كده الفوسفودايستر بوند اللي هي مسؤوله عن البرايمري ستراكشر وبتتكون ما بين كربون رقم 5 بتاع النيوكليوتايد الفوسفيت بتاع النيوكليوتايد وال الفوسفيت بتاع النيوكليوتايد والبتاع اللي هي الاو اتش بتاعت كربون رقم 3 عند النيوكليوتايد تاني، اوكي. والبرايمري ستراكشر بيبقى ليه ناحيه 3 اند 5 برايم اند
فاضيه اللي هي فيها الفوسفيت يعني، وناحيه تانية فيها الاو اتش اللي هي فيها 3 برايم فاضيه برده مش ماسك معاها حاجه، وبالتالي هي بولر او هيدروفيليك يعني. خلاص السكندري ستراكشر اللي انت جبت واحده وركبت قدامها واحده تانية عن طريق ان انت عملت هيدروجين بوند ما بين النيتروجين سبيس الاي مع تي والجي مع السي، وعمل واتسون اند كريك موديل اللي احنا لسه مراجعينه. والتيرشري ستراكشر اللي هو ان انا جبت بقى دبل ستراند دوت وجبت هيستون بروتين وقعدت الف حواليه الدي ان ايه دوت، الفه مره عمل نيوكليزوم، جبت كذا نيوكليزوم حطيتهم مع بعض عمل الكروماتين، جبت الكروماتين ضغطته اكتر عمل كروماتيد وكروموزوم. النون هيستون انا ما قلتش عليها حاجه، بصوا النون هيستون مفيش غير الكلمتين بالظبط عليها، ان هي عباره عن ايه بروتينز مسؤوله بقى عن حاجات تانية. يعني النون هيستونز دي بيقول لك ان هي مسؤوله عن الترانسكريبشن. يعني ايه كلمه ترانسكريبشن؟ الترانسكريبشن هو ان انا احول من الدي ان ايه احوله لمسنجر ار ان ايه، دي لسه هنقولها برده قدام. تمام، عباره عن انزيمز اللي هي البوليميريز انزيم والحاجات اللي احنا هنقولها في الريبليكيشن، عباره عن ريسبتور هرمون ريسبتور يخلي مثلا هرمون يقف على عليه فتخلي الدي ان ايه يحصل له ريبليكيشن يزود العدد او يقلل العدد. يعني هي حاجات انزيم هرمونز ريسبتورز حاجات هتعرفوها قدام، ترانسكريبشن فاكتور كده. المهم انها ملهاش علاقه بالباكينج بتاع الدي ان ايه، بلفه الدي ان ايه. كده احنا خلصنا الدي ان ايه ستراكشر، استنوا فيديو تاني هنشرح فيه ريبليكيشن وريبير. يبقى احنا كده خلصنا الجزء ده، بفضلكم بعد ما تخلصوا الفيديو اقروا على طول وراه على طول يعني بعد الفيديو على طول، وحلوا عليه اسئله، ولو في اي مشكله او في اي حاجه عايزين تسالني عليها بعتولي وانا ان شاء الله هجاوبكم. ربنا معاكم والسلام.